عبر تلفزيون مستقبل وإذاعة الشرق ومباشرة من طرابلس، مشى الخير. هل تقف الحكومات والاستحقاقات في لبنان على اسم من هنا وحقيبة من هناك، أو يضحكون علينا؟ أشرف ريفي، هل هو الاسم الذي تحوم حوله مجددا عقدة إخراج الحكومة، كما كان الاسم الذي فجر حكومة نجيب مئاتي، أو يضحكون علينا؟ كيف أصبح أشرف ريفي في لب المعادلات والتسويات والمناورات، وهل ما زال يعتبر قرار دخول حكومة جامعة مع حزب الله قرارا صائبا، أو أكل الضرب كفريق سياسي؟ أي دور يلعبه في السياسة والأمن، ولماذا يعتبر شخصية استفزازية؟ وهل صحيح وضع فيتو على توزيره، وما هي علاقته اليوم بقادة المحاور، وكيف تلقف هجوم بعضهم على الرئيس سعد الحريري؟ عشية الذكرى التاسعة لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وبعد حوالي شهر على انطلاق المحاكمات المستندة على تقرير أعده اللواء أشرف ريفي كأحد الأدلة الأساسية، الليلة مشاهدينا جردت حساب مع اللواء المتقاعد الزعيم الصاعد جدا في طرابلس، اللواء أشرف ريفي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيك. للحقيقة حلقة كتير رح تكون دسمة، خاصة اليوم أنه إنجاز أمني كبير تحقق للجيش اللبناني، يعني تم إلقاء القبض صباحا على نعيم عباس، بس كمية الاعترافات بساعات قليلة كانت مذهلة. يعني لك شيء الاسم حضرة اللواء؟ طبيعي، نعيم عباس هو أحد الأشخاص اللي كانوا من المطلوبين لكل الدولة اللبنانية لأجهزتنا بما فيهم لشعبة المعلومات بعد فتح الإسلام، بعد فتح بشار الأسد بنهر البارد. لابد أن يبلش بتهنئة لأية الجيش، بتهنئة للجيش اللبناني، لكل الأجهزة الأمنية اللبنانية. اليوم ربحوا، عملوا إنجاز نوعي، أنقذنا أو أنقذوا أرواح أبرياء كثيرة من خلال القبض على نعيب عباس، اللي بناء لاعترافاته تم ضبط سيارتين مفخختين، الأولى كانت ببيروت والثانية كانت بالبقى على باتجاه بيروت. برجع بوجه تحية أكبر، تحية أعزاز، أنه اليوم تم إنجاز كبير. بس بالبداية قبل ما فوت على التفاصيل أكثر، بقول للبنانيين ربحنا معركة، بس لا يكفي، مش هيك بنربح الحرب. الحرب ضد الإرهاب بدها استراتيجية كبرى، بدها طاقات الجميع، بدها نفس مثل ما كنا بالزخم اللي شفناه بملاحقة هالمجموعات الإرهابية هاي. شكل أهل طرابلس بالأساس حقيقة كذلك الأمر، بيطالبوا الدولة اللبنانية، الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي بنفس الزخم ونفس الاندفاع لجريمتي التفجيرين بمسجدي التقوى والسلام بطرابلس. نحن صلنا على كل حال، ملف طرابلس ملف كبير الليلة. بس قبل لما تقول ربحنا معركة، ولكن ما ربحنا الحرب، كأنك عم بتقول أنه هذا لا يعني أنه صرنا بأمان، أو أنه أو حتى البعض بيشوف أنه قد تكون خطر السيارات المتفجرة والانتحاريين قد يكون أصبح مسيطرا عليه. لا أبدا، ما نغش الناس نهائيا. اليوم هاي بدها استراتيجية كاملة، في دور سياسي بالأول، بتفوتي أول شيء على الأسباب ثم بتلحي النتائج. اليوم نحن حاربنا أو أنجزنا فعلا إنجاز نوعي على مستوى النتائج، بدنا نفوت على الأسباب. الحقيقة ليش صار في سيارات مفخخة بلبنان؟ اليوم سابقا القاعدة ما اعتبرت لبنان أنه أرض جهاد نهائيا، كل عمرها بتعتبرها أرض نصرة، وكنا كأمنيين يومتها فرحانين أنه القاعدة ما اعتبرتنا أنه أرض جهاد. اليوم في أسباب موضوعية أدت لأنه في حدا بلش يعتبرنا أرض جهاد مش أرض نصرة. مشان هيك أنا بتصور الموضوع يتطلب جهد على المستوى السياسي، بدنا نفوت على الأسباب بعدين ناخذ نتائج. أكيد نتائج مهمة جدا لأنجز اليوم، إنما لا يكفي، لا يمكن تربح الحرب على الإرهاب فقط بالاعتماد على الأمنيين فقط لغير. كلام إعلامي كثير طلع اليوم حول هذا التوقيف، انحكى أنه له علاقة بجريمة الشهيد فرانسوا الحاج، نحكى كمان له علاقة بجريمة الشهيد وليد العيدو ونجلو. شو رأيك في هذا الترابط اللي إذا بدك بغير كتير من المعطيات؟ برأي في حدا عم يسرع بينصف كلام أنتو بتقولوه واتهامات سقطوها باتجاه أنا برأيي بتصور في حدا عم يحاول يستغل قضية معينة، إنجاز معين، ليرمي غبار على الأعين باتجاهات أخرى.
أنا بتقييمي أنا بقول موضوعيا خلينا ننتظر التحقيقات. الموقوف صار بين أيدي المخابرات اللبنانية، المخابرات لا شك عندها كفاءة عالية جدا بهذا الاتجاه، بس تخلص تحقيقاتها يجب أن تعطي بيان رسمي عن كل الجرائم اللي هو اعترف فيها. أنا فيني أقول لك بالبداية، مع أنه أنا خرجت من حوالي 10 أشهر من الأمن، ما بتصور أنا باتجاه ولي عدو نهائيا. يعني في حدا عم يرمي رمي بذكرني بقصة الحجاج الأستراليين، بذكرني بقصة أبو عدس، بذكرني في حدا عم يرمي شيء باتجاه معين. لحنا بكل الأحوال حتى ما نكون كمان نفس الشيء عم نسبق التحقيقات، يجب أن ننتظر التحقيق اللي بده أيام معدودة فقط لغير، وبنسمع نتائج المحقق اللي هو بين إيدي معطيات القضية. لفت انتباهي أنك حكيت عن جريمة وليد عيد بس ما حكيت عن فرانسوا الحاج، كأنه هيديك عندك برأيي جريمتين مختلفتين للأمانة. الحقيقة خلينا نكون موضوعيين، لحنا كنا شايفين تماما جريمة فرانسوا الحاج مش مثل جرائم كل شهداء 14 أذار من مروان حميدي للرئيس الشهيد رفيق الحريري اللي جمعتنا اليوم هي مناسبة الذكرى 9 لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، وثم بعدين جرائم اللي طالت كل شهداء 14 أذار. برأيي جريمة فرانسوا الحاج حسب ما كانت معطياتنا المتوفرة تختلف عن هالسياق هذا وعن هالمسلسل كله سوا. حضرة اللواء ما كتير بدي فوتك يعني بالمواضيع الأمنية، خاصة بالبداية الحكومة كمان على نار نسبة تعرف شو صار، بس ما بحز عندك أنه فرع المعلومات اللي كان معروف أنه هو أكثر واحد في هذه المسائل كان يحقق إنجازات، اليوم منشوف أنه مخابرات الجيش عم تهتم بهذا الملف، هل له علاقة أنه ملف مرتبط مثل ما شفنا بعرسال بماجد الماجد واللي كروا من بعده يعني دفتردار والآن عباس نعيم؟ شو السبب أنه عم نشوف هذه الإنجازات بقيادة الجيش بمخابرات الجيش تحديداً مش عندكم بقوى الأمن؟ برأيي مين ما حقق إنجاز من ضعف له، سواء كانوا مخابرات الجيش أو قوى الأمن الداخلي. حتى لو كنت بقوى الأمن الداخلي، يوم اللي كانت الإنجاز الجيش حقق إنجاز معين أو مخابرات، كنت تلفن لقائد الجيش اللي هو ابن دورتي وبحييه، وخاصة بحييه بشكل خاص اليوم، أو لمدير المخابرات الكذائي الأمر ابن دورتي وبحييه. الملف كان في معطى بين إيدي مخابرات الجيش، هالمعطى عم يفتح على فتوح ورا فتوح ورا فتوح، مشان هيك طبيعي أن يكون الجيش اللي عم يحقق بالموقوف الأول هو بعدين بتتابع معه. اليوم مخبر بالنسبة لشعبة المعلومات برأيي ما عم توفر ولا جهد إلا ما تساهم إلى جانب الجيش بمكافحة أي نوع من أنواع الإرهاب، مثل ما كنا نعمل تماما الحياة. وأنا معلوماتي حتى ما حدا كمان يرجع يتهمني بعدي كأني بقوى الأمن الداخلي، أخشي أنا خبير أمني وتابع أكيد مثل ما الطبيب بيتابع الطب، أنا بتابع الأمن كذلك الأمن. حتى لو تقاعد وراع على البيت مبدئيا بدل بيتابع المعلومات بهذا المجال، عند موقوف كذلك الأمر بموضوع الإرهاب اللي عم تشوفوا ضاحيتنا الجنوبية أو أهلنا بالضاحية الجنوبية، يعني لأنه ما بيوفروا ولا جهد نهائيا وهن بيكملوا بعضهم البعض. اليوم أكيد المنافسة الإيجابية الطبيعية اللي بيسبق الثاني الآخر لازم يزقف له، ونحن منزقف للي بيحقق الإنجاز. بس يعني البعض بيعتبر أنه خلينا نحكي الأمور بصراحة، البيئة السنية جوكم السياسي بيوثق أكثر لما بيطلع بالتحقيقات كلام صادر عن قوى الأمن الداخلي. الناس ما بتجي بتشكك أنه بهالسرعة اعترف بكل هذه المسائل عباس نعيم، لما يحكي فرع المعلومات جمهور الفرع جمهور أشرف ليفي هذا الفريق بيصدق بيبصم بيعتبر انه هذا الشيء صحيح، بينما يكون من الفريق الاخر للاسف الامور هيك مفروض الاجهزه الامنيه لكل الناس، بس حضرتك ادرى بالواقع بشكك. اليوم كان في بعض التشكيك، وهلا كلامك كمان انه جريمه وليد عيدو ما بعتقد لها علاقه، او كلامك بهذا كمان تشكيك اضافي. برجع بقول احنا عشنا تجربه مره جدا يوم اللي اغتيل الرئيس رفيق الحريري، في حدا كب عبر وسائل إعلام معينة قصة الحجاج الأستراليين اللي تبين أنه كذب وافتراء لتضليل التحقيق. تركيبة أبو عدس كلنا بنعرفها وبلش تبين حتى بالمحكمة مش بس كمحققين. إذا في حدا بكل أسف كان عم يكب مثل ما حكينا رمل لحتى يعمل عيون باتجاه معين. أنا سياق جريمة الشهيد وليد عيدو ابنه ما بشوفها بهذا الاتجاه. برجع بقول لكون موضوعي أبتر، التحقيق موجود مع جهاز نثق فيه تماما، بعد كم يوم بيطلع معه نتائج موضوعية بنسمع البيان الرسمي، ثم التحقيق بعدين بيروح على قاضي التحقيق وبيبين على القضاء وبتبين كل الأمور الحقيقة. اليوم الإسراع بكب معلومات قصة وليد عيدو ذكرتنا، برجع بقول وبصر
ذكرتنا بنفس الفريق او اذا بدك الغرفه السوداء اللي هي كانت عم تتابع جريمه اغتيال رئيس رفيق الحرير ليقولوا انه هالجريمه بمحل ثاني. اذا فلننتظر تحقيقات. طيب ثلاث سيدات كمان من عرسال تبين انهم على علاقه، نقلوا اربع سيارات حتى الان. يعني الكلام عن عرسال اللي دائما كنتوا تستنكروه وما تقبلوا يطلع كلمه رئيس الحريري قال هول اسود اهل عرسال، طيب عم بتبين انه لا بمحل معين عم بيطلع فيه خيط ما ياخذ الى عرسال. ببيت حزب الله كمشنا جواسيس لاسرائيل ولا لا؟ اذا اذا في حدا جزء من فريق معين مش معناتها انه كل الفريق الحياة. انا برجع باكد على كلام الرئيس رفيق سعد الحريري، اهل عرسال اسود صارون اشهر واشهر عم يطالبوا الجيش اللبناني بيقوم بواجباته بحماية الحدود اللبنانية السورية اللي هي شرق عرسال، لحماية عرسال وحماية غير عرسال. اليوم اهل عرسال مش هن بيحلوا محل الدولة لحتى انه والله يحمي الحدود، حماية الحدود هي الاجهزه الامنيه الرسميه مش الاهل مش الشعب مبدئيا. بس هن عم بيقولوا انه بقلب عرسال هنالك اذا في حدا متورط اهل عرسال بيقولوا الاف من المقاتلين حسب اعلام يعني 8 اذار. كمان حزب الله عنده الاف من المقاتلين الحقيقه، مشان هيك انا برايي اليوم بس الدوله تقوم بواجباتها يجب الا يكون اي حدا معه سلاح خارج اطار الشرعيه نهائيا. واكبر دليل البيان اللي طلع الوثيقه التاريخيه اللي اعتبرتها انا من بكرتي انه اي سلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية هو سلاح غير شرعي مع مين ما كان يكون. بس حضرتك عم بتبرر وجود مقاتلين يمكن من جيش السوري الحل أو جبهة النصرة بعرسال بأنه حزب الله عنده مقاتلين. أنا مثل ما أنا ضد النصرة كمان كذلك الأمر أنا ضد جيش مقاتل عند حزب الله الحقيقة. في حدا آخر شيء أخذ البلد خارج إطار الشرعية اللبنانية بده يتحكم بقرار الدولة اللبنانية، وهذا اللي سبب أنا بتصور أن الأمور بلشت تتفلت من الإيدين الحقيقة. مشان هيك برجع بقول لك ما انجز اليوم هو انجاز، انما لا يكفي لنربح الحرب، بدنا استراتيجيه نشوف شو الاسباب اللي وصلت البلد لهون، ليه صار عندنا سيارات مفخخه، ليه صار عندنا انتحاريين، نحن اولاد بيئه منفتحه، اولاد بيئه متعايشه، لازم على الاقل حزب الله يقول فعلا ليش هالبيئه بلشت تنتج انتحاريين، يفوت على اسباب الحياه، اذا ما عالجنا الاسباب برايي لا تكفي النتائج، برجع باكد ما انجز اليوم انجاز نوعي إنما مش كافي لنربح الحرب. نعم على كل حال رح نرجع إلى مسألة الانتحاريين ولماذا هذه البيئة أفرزت هؤلاء، وهل أنتم كمان عم تقوموا بواجب كافي أو عم بتغطون وعم بتكونوا أحيانا تبريريين في هذه المسألة؟ مش تبريريين، لا مش تبريريين. اليوم بس حدا يجي عند طبيب يقول له ابني شرب سم وبيقول له ابنك رح يموت بعد يومين ثلاثة، مش عم يبرر الموت الطبيب الحقيقة، بس عم يوصف إذا عم يكون موضوع عم يكون مهني. أنا وقت اللي بلش حزب الله يفوت على سوريا أنا برجع قلتها بالإعلام حوالي قبل سنة من هلأ، يعني قبل شهرين ما أني أخرج بجلسة عند فخامة رئيس الجمهورية بحضور عدد كبير من الوزراء والأمنيين، قلت حزب الله فات على سوريا ادعى أنه هو عم يقاتل جهادا، علينا أن نتوقع الجهاد المضاد. صحيح. وسألت شو هو الجهاد المضاد، قلت له كل أنواع ممكن تخطر على بالكم، قصف، عبوات ناسفة، سيارات مفخخة، انتحاريين، اغتيالات، كل الأنواع مبدئيا. أنا وقت اللي كنت عم بحكيها كنت عم بتوقع كخبير. أنا عندي مش معناتها أنا كان عندي سؤال على هالنقطة. نعم. كنت عم تستشرف أم كان عندك معلومات؟ لا أنا أمني إنه في إذا ما شفت يبلش إذا ما شفت قبل بوقت أنا إذا ما بكون أمني. والطبيب ساعة بتقولي له والله إنه ابني شرب سم وبيقول لك إنه والله بالنهاية معدته أو مصارينه بده يصير معه شيء بيكون منه طبيب الحقيقة. يعني ما كنا عم مش أنا ليلى عبد اللطيف أو ميشيل حاي، لا أنا خبير أمني بشوف هالسبب بيوصل لهالنتيجة هاي. مشان هيك أنا كنت عم بلعب دوري كمستشرف أكيد كقارئ مسبقا educated guess مش uneducated guess. أكيد صح. حضرة اللواء الأمن والاستقرار اعتبرته أساسيين اليوم لاستتبابهم بلبنان لنبقى اليوم وضعنا كما هو عليه، ما نروح إلى الأسوأ، تشكيل الحكومة أساسي ومهم. وحضرتك كنت عم تحكي أنه لازم يكون في استراتيجية متكاملة. أكيد صح. هل تشكيل حكومة مهم اليوم بعده برأيك اللي هي الأمن والاستقرار، أم ممكن العمل الأمني يكون تخطى ذلك؟ يعني اليوم حزب الله يقول بدل ما أنا أتنازل وأعطي حكومة وأصمهم أعطيهم ثلاثة أرباع لفريق 14 أذار عبر الأمن بقدر سكر الحدود اعزل هؤلاء الانتحاريين، وعم بي عم بي عم بيوقعوا واحد ورا الثاني اذا بدك الرؤوس المدبره هال بيفرخوا مثل الخليه السرطانيه
ما يوهم حاله حزب الله إذا الجيش اللبناني يعمل إنجاز معين إنه والله كمشنا فلان أو فلان أو فلان انتهينا. يجب برجع بقول لك هاي بدها استراتيجية مواجهة كبرى، تركيب المنظومة السياسية أولا بلبنان تركيب ضروري جدا، لازم يكون صار مبارح مش اليوم. آخر شيء هاي المنظومة إذا ما كانت متكاملة برأس السياسي وبقرار السياسي الواضح وبأجهزتها الأمنية والأجهزة الثانية، أنا بتصور بنكون عم نعمل بيكون في خلل كبير بمعالجة هالآفة اللي احنا عم نواجهها اليوم. لا شك ما بقى نعمل مثل النعام نحط روسنا بالرمل. كل إذا بدك المكونات اللبنانية أصيبت إصابات قاتلة، في سيارة مفخخة فجرت بطرابلس، في سيارة مفخخة فجرت بقلب الضاحية الجنوبية، في سيارة انتحارية أو عملية مزدوجة صارت على السفارة الإيرانية. يا أخوان خلونا نقعد مع بعضنا البعض لنشوف كيف بدنا ننقذ البلد. ناس سئمت من الحرب، ناس جاعت، ناس كفرت بكل شيء، بدنا نلاقي حل إحنا كمسؤولين إنه كيف بدنا نخرج من هالأزمة هاي. في حدا كان بيعتبر انه هو بالامن بياخذ بلد محل ما بده، برايي صار دافع الثمن كذلك الامر لقناعاته انا بتصور اللي كانت اساسا مش موضوعيه. خلينا نفوت باعماق هذه النقطه اللي هي مهمه جدا اليوم واساسيه لتشكيل حكومه او اذا بيحمل البلد يستمر هيك بعد شهرين او ثلاثه او ما بعرف قد. نحكي ايضا عن توزير الشرف ريفي، هل فعلا هو العقده والحل؟ ربما لماذا ربط اسمك باسم الوزير جبران باسيل واي حقي بوزاره الداخليه او الشؤون الاجتماعيه؟ معقول يقبلوا فيك استفزازي مش استفزازي بتفوت بهذا الملف؟ حضره اللواء بعد هذا الفاصل الاول، مشاهدينا ابقوا معنا. مباشرة على الهواء من طرابلس نتابع مشاهدينا هذا اللقاء مع اللواء أشرف ريفي. حضرة اللواء بندخل بمسألة الحكومة اليوم، شو معرقل تشكيل الحكومة؟ أساسا أنا برأيي كان حزب الله عم يناور ما بده يشكل حكومة، ولحقلك ليش. اليوم كل منعرف تماما كان في زيارة لوزير خارجية إيران على لبنان، كان فخامة الرئيس عطى انطباع أنه هو صار قاب قوسين أو أدنى من تشكيل الحكومة، أنه كأنه إخذ قراره هو رئيس مكلف بده يشكل حكومة. اليوم كنت معقدة عند حزب الله قصة طارح 996، فجأة رمى 3 8 وحسنا فعل دوت الرئيس سعد الحريري. إذا أنتم فعلا جديين بثلاثة 8 هاي إيدي ممدودة لإلكم لإنقاذ البلد الحياة. الكل منرجع تماما نفس السيناريو هو ذاته، رجع فجأة لقينا سبب شلح كتعجيز وبلشت إذا بدك امتصينا اندفاع فخامة الرئيس. أحطنا زيارة وزير خارجية إيران بجو إيجابي، ثم بعدين بلشنا نفوت على التعقيدات والعرقلات. انطرح اسمي أشرف ريفي أنه والله أنا كاستفزازي، ومن خلال هذا العنوان طيروا الحكومة أو إذا بدك ضيعوا الجهود أو المنحة الإيجابي باتجاه الحكومة. بس خليني أفهم عليك، يعني عم بتقول أنه حجة الطاقة لجبران باسيل هي مجرد واجهة تبرير لو عطوه طاقة لنشوف، يعني حقه الكذب على باب الدار بعتذر على التعبير. لا اسمحي فيها، نحن شركاء بهذا الوطن. أول شيء ما له حق حزب الله يحط فيتو على حدا نهائيا، هو مثل ما بسمي ممثلينه الفريق الآخر له حق يسمي ممثلينه. آخر شيء أنا أؤمن وأنا كنت حالة سيادية في لبنان، بس أنا ما عم بسألك عن هالنقطة. أنا عم بسأل عن نقطة الطاقة اليوم، هل فعلا الطاقة بيطلع سبب تاني؟ يعني بس وافقوا على المداورة رجعوا برأيك اختاروا بدهم استثناء انه لا هن موافقين على المداورة، انما بنعمل استثناء للقاعدة. طيب. حبيبي يا بتعمل مداورة وبدون استثناءات او معناتها ما في مداورة. ليش بدك تعمل استثناءات للصهر الدلوع بقى؟ خلصت بقى. طيب بس البعض بيشوف انه كمان الرئيس سعد الحريري قرر انه هو يفجره، فاجا قال لهم انا بدي وزير اشرف ريفي، وهن عارفين مسبقا انه اسمك لا. ما بيقبلوا فيه. ليش ما بيقبلوا فيه؟ ليش ما بيقبلوا فيه؟ من أيمتى له حق حزب الله يحط فيتو على حدا معين؟ هذا البلد هو مثل ما هو مكون أساسي فيه كمان غيره مكون أساسي فيه. خاصة هالمرحلة هاي انتهى الزمن اللي آخر شيء بيعتبر حاله حدا بده يحكم البلد كأنه وصي على البلد الحياة. سوريا الوصية صارت بمكان آخر، خرجت. ما حدا في يعمل وصاية على حدا تاني. بس حدا اللواء لما تطلع تقول تتبنى قادة المحاور وتقول هول أولادنا، ما بتعتقد هيدا حول حزب الله عنده جيش نظامي؟ حزب الله عنده جيش نظامي استفزازي لألي ولا لا؟ جبران باسيل استفزازي لألي ولا لا؟ ليه؟ جبران باسيل عنده ميليشيا، شو عنده جبران باسيل؟ ليش هو عم يغطي ميليشيا؟ بيعمل في العمل السياسي عم يغطي ميليشيا.
برجع بقول لك اخر شيء وقت اللي بنكون انا اعتبرت ببين معين انه ما تقارنوني مع وزراء صحيح. الفشل والفساد الحين ما بدي احكي على الفساد، حاحكي على الفشل فقط لغير. لا لازم تحكي على الفساد، لما طيب. تتهم بالفساد لازم يكون عندك وثائق، يكون برأي كل الناس اللبنانيين، كل الناس كل اللبنانيين بيعرفوا تماما انه في ملفات. هاعطي نموذج صغير فقط لغير. اليوم هذا الفريق السياسي صاروا 5 سنوات بوزارة الطاقة الكهربائية. نحن أيام الشهيد رفيق الحريق الله يرحمه شفنا الكهرباء 24 ساعة على 24 ساعة، وأنجزت خلال 2 سنين عملوها بحالة طوارئ وأنجزت الكهرباء. ب 92 استلم هذا الفريق السياسي وزارة الكهرباء، وزارة الطاقة، بلشت تتناقص ساعات التغذية. هلا من 2006 لحديت هلا، من 2008 وقت اللي بعد 7 أيار، هذا الفريق السياسي صاروا 5 سنين بوزارة الكهرباء. لحديت هلا اليوم لم ما زادت ساعات التغذية ولا ساعة معينة. وللبنانيين حتى قبل الطاقة كمان كنت معهم كمان، بس خليه ياخذ مع التكتل مع التحدي. شو بدي حتى ما كتر الفترة الزمنية، الكل بيعرفوا تمام في دول عاش ظروف مثل ما احنا عشناها، بسنتين اعادت الكهرباء من الصفر لل 24 ساعة تغذية كهربائية. نحن صارنا 5 سنين بساعات محدودة للكهرباء، وبعدنا الحديث هلا بساعات محدودة. اذا 5 سنين ما اعطينا كهرباء لبنان اذا في فشل كبير الحين. وبس نعرف قديش فاتورة العجز الكهربائي، نحن بنعرف نقول للبنانيين كل سنة يدفع عجز كهربائي $2.2 مليار على الكهرباء. $2.2 مليار أنا برأيي بسنة أو سنتين حد أقصى بتجيب طاقة كاملة للبنانيين، وبتكون فاتورة الكهرباء مثل أمريكا. بأمريكا اللي بيدفع $75 بالشهر بيعتبر حاله فاتورته كتير كبيرة، عم ندفع $1000 أحيانا بس للدولة، بالمقابل عم ندفع للاشتراكات وعم ندفع للمولدات أو أي شيء. إذن هذا فشل كبير. إذن $2.2 مليار وين عم بتروح؟ كل لبنانيين بيعرفوا أنه بالفيول في مافيا، بقطع الغيار في مافيا، بالمكانات في مافيا، هلا اليوم عن جديد صار في بالتحصيل في مافيا. اذا كلها تركيبات مافياويه الحقيقه. مشان هيك بكل اسف اللبنانيين بيتساءلوا ليش هالاستقطاب على النفط وعلى الكهرباء بخمس سنين. اذا فعلا برجع بقول للبنانيين ما اعطينا بسنتين كهرباء 24 على 24، اذا نحن فاشلين تماما الحقيقه. برجع بقول اخر شيء النفط مش ملك حدا نهائي، هذا ملك الشعب اللبناني. بعدين ما حد يفتكر حاله انه اليوم هو بالسلطه وهو ابدي بالسلطه. الأبديين فلوا، واللي ما بعد الأبد فلوا، اللي كانوا يعتبروا حالهم عنده سلطة ليبقوا أبديين كله فل. لا بس بمسألة هذه الحقيبة اعتبر وزير جبران وباسيل إنها استراتيجية للمسيحيين، استراتيجية للبنانيين، وفي هو قال المسيحيين كمان إنه اليوم وطن شرعي. اليوم مزبوط، بس كل فريق أخذ إذا بدك حصة ما من هذه الجبنة، يعني ما غانم، بس إنه هيدي تركوها للمسيحيين. ما بتعتقد إنه هيدا ممكن يكون شعبوي في الشارع المسيحي؟ برأيي بتصور لا، العاقلين ما بشوفوها هيك. أول شيء هذه ثروة وطنية، ما بيعمل مثل بيت الأسد. آخر شيء ثروة البترول لبيت الأسد مش للشعب السوري نهائيا، وشفنا وين صارت الثورة بسوريا الحقيقة. هذه ثروة للبنانيين، كان نقصوا بعض يقول هذه طاقة أو هذه حقيبة استراتيجية لقال باسيل. لا اسمحنا فيه، هذه مش مزرعة، هذا وطن نحن شركاء فيه. وبرجع بأكد تمام الحقيقة، ما في حدا يعتبرني أني أنا استفزازي. نعم أنا منعت إذا بدك التقارير تروح على سوريا وعلى اللي عند حزب الله. أنا حالة سيادية، نعم أنا وقفت ميشيل سماحة، أنا وقفت 33 شبكة إسرائيلية، أنا وقفت فايز كرم. إذا هاي الإنجازات استفزازية أنا فخور أن يكون استفزازي. تعتقد لهذه الإنجازات اللي كانت سابقا أو لبعد خروج أشرف ريفي؟ لا، الإنجازات سابقا اللي هي السبب الوحيد اللي خلاني أخرج من تمديد. وبرجع بقول للبنانيين انا سعيد اني طلعت 1/4/2013، ما كان بدي مدد نهائيا. اذا ليش استثني اشرف ريفي؟ لانه لا يخضع لهيمنة سوريا، لا يخضع لسلطة حزب الله، انا اخضع للدولة اللبنانية فقط لا غير. هي الاسباب الحقيقية. اصرار الرئيس سعد الحريري على توزيرك وخاصة بوزارة الداخلية شو سببه؟ كمان يعني ما فيها الا مجرد فليصل الرئيس سعد الحريري تعرف بالملف الامني او أنا أول شيء خبير أمني أكيد. هذه حكماً أنا خبير أمني، بس مش معناته إنه اللي بيعملوا أشرف ريفي ما في حدا تاني آخر بيعملوا. لا، في ناس كتير بيعملوا الحقيقة. يعني بوسطنا في كتير ناس عندهم كفاءة عالية جداً. عميد مروان شرب اللي عنده خلفية يعني. في كتير ناس أنا أكيد العميد مروان شرب. يعني بيكون أفضل هذا الأمني في هذه الوزارة. اليوم إذا كنت من حظة هالفريق السياسي بيختاروا واحد من هالفريق هاي.
مروان شربي عمل إنجازات مهمة جدا وموجه له تحية. بعدين حتى بفريقنا برجع بقول في ناس عندهم كفاءة، في ناس عندهم قدرات، في ناس عندهم إمكانيات، مش معناتها محصورة بأشرف ريفي، بس ساعة الفريق بيختار اسم ما له حق الفريق التاني يعترض عليه، لأنه آخر شيء ما بيسمع لحدا يناقشه بأسماء. وبرجع بقول خلصت الفترة الزمنية اللي حزب الله بيختار اللي بده إياه، بيفرض اللي بده إياه، وبده يساهم باختيار الآخرين. حبيبي رحنا شركاء بهذا الوطن، نحن مش درجة تاني مواطنين، نحن مواطنين درجة أولى. أنا اللي بيختاره، أنا بحدده، مش أنت بتشاركني فيه نهائيا. طب هل انتهت هذه المناورة وما في حكومة أو لا؟ إصرار رئيس الجمهورية يعني شو لازم يغيره؟ أنا بصور لنكون موضوعيين، بعد في يوم أو يومين أنا أساساً كنت شايفة أنه هاي مناورة لن تؤدي لشيء نهائياً، مع أنه أيت موقف الرئيس الحالي حكماً أيته، لأنه آخر شيء فعلاً إذا بدك تعالى عن كل جراحه ومد إيده للوطن، ونحن بنعرف قديش ألامه كان هو على أبواب المحكمة بمحاكمة بيو، ما كان موقف صغير أنه يقف يقول أنه أنا مدد إيدي لإنقاذ الوطن. طب شو جبره؟ شو هي هذه القوة الخفية اللي خلته يقف يعني خارج المحكمة بلاي ويقول إيه أنا بروح بشكل حكومة مع هذا الفريق اللي عم بتحكم وراي في هذا المبنى اللي عملنا معارك كبيرة دولية وداخلية لقدرنا انتزعنا هذه المحكمة؟ لا، عملنا إنجاز مهم جدا بالمحكمة، بس أنا بتصور هو بتصور شعر بيروح بيو شهيد رفيق الحريري اللي كان مشروعه هو بناء الوطن وبناء الدولة، مش نروح نقتل البشر. إذا المحكمة الدولية قلعت، عملناها إنجاز كنا شركاء مع الشيخ سعد الحريري فيها، قلعت. كان موقف كبر أنا برأيي منه يقول أنا فعلا مدد إيدي لحتى أنقذ البلد، لحتى أمن حياة كريمة لأهلي، حتى لا يؤخذ علي أنه هو كان العاقبة. طيب بس فقط لا غير، يعني كمان لهن بدهن حكومه ولا انتم بدكم حكومه فريقين عم بينوروا؟ بس يكون الشيخ سعد الحريري قدام باب المحكمه الدوليه يقول انا جاهز اني اعمل حكومه للبلد، انا بتصور مش مناوره هاي. بس شعبيا يقال انه هذا الموقف لم يكن شعبيا، يعني بالنهايه قدروا اذا بدك يحققوا هون جول بمرماكم، انه يعني برأيي خلوا الناس تطلع وتقول دم والدك وغيره. لا، وكل هذا الكلام، وكأنه فعلا يعني بس مجرد الشعبية بيكونوا حققوا شيء ما من هذه المناورة. لا، شعبيتنا واعية تماما، اكيد كانت عايشة اذا بدك الاحساس هيك بانتعاش انه قدرنا انتصرنا بالمحكمة الدولية. اليوم انا بتصور حكما كان انجاز كتير كبير، دفع حقه أكيد الشيخ سعد الحريري، دفعنا حقه نحن غالي جدا للمحكمة الدولية، هو إنجاز تاريخي. الناس كانت بدها تتمتع أكثر بمشهد المحكمة الدولية، اليوم صار في فرصة أنه في إمكانية أنه نلاقي حل للحكومة لإنقاذ البلد. أنا برأيي كان كبير جدا بهذا الاتجاه، وكان استغلال موقفه كبير جدا. بس قبل ما نتابع في هذه النقطة، لو سمحت حضرة اللواء بدي منك ترجع تشدد، عم بيقولوا لي في كتير قواص بطرابلس لظهورك الإعلامي، مع أنه اليوم طلعت بيان خلينا نقول واضح وشديد اللهجة أنه ما حدا يقوس. طب بتمنى على كل محبين أنه يوقفوا إطلاق النار أو المفرقعات. في نمون عم حبيني، إنما في ناس أنا برأيي حتى طابور خامس حقيقة مشبوه ممكن يكون هو أطلق النار الحقيقة. عشان هيك بتمنى للمحبين اللي هني فعلا بيسمعوا لي كلمتي نخلي الناس تسمع، خلي الناس تعيش بهدوء. الناس ما بقى فيها تحمل صوت الرصاص نهائيا، ما بقى فيها تحمل معارك عسكرية أو ما يذكرها بالمعارك العسكرية. بتوجه لكل الناس وبتوجه لمحبيني وبترجيهم إنه بليز رجاء وقفوا أطلق النار. يعني الواحد ما عليه بك تسمح لي، بس ما في ما اطرح السؤال انه اذا برصاص الفرح والبهجة ما فيكن تمونوا، كيف بتكون تمونوا على رصاص اخر يطلق يمينا ويسارا بطرابلس وفي محور كامل في هذه المسألة؟ يعني كتير الحقيقة الناس بحالة احتقان كبير جدا اليوم، بكل اسف صار في فعل وردة فعل. بس اذا بدك ممثلين الفريق الاخر يطلعوا يطلق الرصاص لالهم ببيروت او بالضاحيه الجنوبيه او اي شيء، صارت الناس بكل اسف عم تتصرف بغرائز مش بعقل. يعني حتى الغلط صرنا بدنا نقلده وبدنا نعمل. طيب خلينا نرجع الى الحكومه. ايه؟ وزاره الشؤون الاجتماعيه ايضا اسمك حسب ما قرينا وحسب ما سمعنا مطروح لهذه الوزاره، هل تقبل بها اليوم؟ للامانه ما حدا حكيني رسميا لا بالداخلية ولا بشؤون الاجتماعية، سمعت بالإعلام فقط لغير. إذا بدك موضوعيا احتراما لنفسي ما لي حق ناقش نهائيا، لأنه آخر شيء ما حدا بلغني. مشان هيك ليش بدي اتطفل إني كأني أنا فعلا مطروح جديا للداخلية أو مطروح جديا لوزارة الشؤون الاجتماعية؟ اليوم أنا بطالب بحصة
وازنة للشمال اللبناني، على الأقل يا إما حكومة وزارة سيادية حقيبة سيادية أو حقيبة أساسية لطرابلس لطرابلس للشمال. وعندنا خامات كبيرة انطلاقا من سمير الجسر، أبو العبد كبارة، أحمد فتفت، رشيد درباس، عندنا خامات يعني ما ضروري يكون أشرف ريفي. أنا سبق وقلت الحقيقة على أبواب المطرانية الموارنة بيوم الأحد، أنا لست مستوزرا يعني مش مقاتل كرمال الوزارة، أنا ممكن أخدم وطني سواء جوا أو برا، وأنا بخدم وطني إلى جانب أي شخصية ممكن تلعب دورة الحقيقة. يعني بس سميت أسامي خلطت ما بين تيار المستقبل وأشخاص منهم الموجودين ضمن تيار المستقبل ولكن مني من قريبين من هذا. أنا بتصور معلش حضرتك من الأشخاص اللي منهم بتيار المستقبل، يعني منك مكودر بتيار المستقبل. صحيح بيقبلوا تيار المستقبل يجي شخص يعني من خارج التيار، مش إلهم هن اللي أنا مسامحهم، مين بدي مثل طرابلس بتمنى له النجاح وأنا حكون حده تماما. عشان هيك أنا برجع بقول ساعتها قلت أنا مني مستوزر فعلا، لن أقاتل إلى موقع معين أو منصب معين، وفين أخدم قضيتي وين ما كان. أنا مني مع تكون فعلا بس ضمن تيار المستقبل، عندنا حلفاء أو تيار المستقبل عنده حلفاء، أنا فعلا حليف عنده حليف آخر. كل التيارات على كل حال صحيح عنده حلفاء آخرين خدموا إلى جنبهم وبتصور مش أقل اندفاعا وخدمة يعني للمهمة الوطنية. برجع بقول أنا لست متمسك بالوزارة، أنا وين ما كنت بخدم تماما وأنا مش مستوزر. ننعي الوزارة معك اليوم أو بعد في أمل؟ أنا برأيي طبخة بحص، أنا أعطي طبخة بحص أساساً كنت طبخة بحص. كانت مناورة من حزب الله بعد ما نضجت بالنسبة لحزب الله ظروف إنه يتخلى عن حكومة كلها له لحكومة جزء منها أو نصها مش لأله. هيدي الحكومة الوفاقية إيه؟ بس ما فينا نشوف حكومة أيضاً ممكن تكون جامعة إنما مش الكل موافق عليها، حتى لو بدهم يستقيلوا قال رئيس الجمهورية إنه هو عنده هالأمضة بده يمضي قبل ما الوقت يكون صار كتير مأخر، بده حكومة ممكن أن تنال الثقة، إذا لا كمان حكومة يعني وبعدين ليكون في إذا بدك اليوم شخص جديد يكلف في حال يعني الرئيس سلام ما ألف هذه الحكومة، يعني محمس الرئيس على حكومة حتى بتأمل الآن. إذا طلع لعنده الرئيس سلام وماذا يمنع الرئيس تمام سلام أنه يطلع اليوم بحكومة لعند رئيس الجمهورية ويمضي رئيس الجمهورية؟ بكل فترة كان يطرح علي موضوع الحكومة كنت استنكف عن الجواب بقول نحن نثق بالرئيس المكلف وما زلنا نثق بالرئيس المكلف، بس برأيي الحقيقة ما كان المفروض ننطر 11 شهر نهائيا. اليوم صلاحية تشكيل الحكومة هي صلاحية مشتركة بين فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. كان في تهديدات في سبعة أيار في لحظة لا ما حدا في يعمل بقى سبعة أيار، خلاص انتهى المرحلة هاي الحقيقة. ليه شو السبب شو تغير؟ طيب أوكي بنرجع بننزل الحقيقة سلاح بيغرق أكثر حزب الله إذا بدك بدم اللبنانيين وبكراهيته للبنانيين. حزب الله يرجع يعيد حساباته، برأيي خسر كتير من محبة اللبنانيين، برأيي ما بقى في فوت بوحول إضافية أكثر وأكثر. هذا التهويل أنا برأيي المفروض يوقف بقى على اللبنانيين، لازم ناخذ قرار انا برايي، وما كان لازم ننتظر 11 شهر ابدا نهائيا. برجع بقول لك انا شايفه هي حاليا طبخه بحص، نحن اليوم في تحول كبير بالمنطقه عم يحصل بس بعده بداياته. مشان هيك انا كنت عم اقول المرحله هي بتحمل حكومه حياديين انتقاليه لاشهر معدوده لبعد انتخاب فخامه رئيس جمهوري جديد، ثم تهيئ هي لحكومه انقاذيه البلد بده انقاذ. قد يكون الإنقاذ عبر حكومة أقطاب بالمرحلة القادمة أو حكومة جامعة من كل الأطراف، بس بتعهدوا ساعتها أنه بدنا ننقذ البلد، ما نفوت نتقاتل على طاولة مجلس الوزراء ونتناتش هالجبنة هاي. وحياتك ما بقى في جبنة بالبلد الحقيقة، خلصت الجبنة، ناس صرخت كفرت بكل شيء، ناس المجاعة عندها صريخ ما تصوري قديش، فرص العمل مشلولة جدا، ما في دورة اقتصادية، ما في أمان، ما في وافد يجي على لبنان. خلينا نشوف فعلا وين وصلنا البلد هالحكومة اللي هي صار سنتين ونص ثلاث سنين إلا شوي حقيقة اللي خربت البلد الحقيقة. طيب بس قلت 11 شهر ما كان لازم ننطر، ما كان لازم بعدنا ناطرين لهلأ. عندك أنا معلومة ما أنا بتصور سيبادر الرئيس سلام بالذهاب إلى رئيس جمهورية بتشكيلة؟ أتمنى علما أني أنا مش كتير مراهن عليه، بس أتمنى. أنا بتصور مفروض كان الشهر الأول نطلع بحكومة بأسماء اليوم موثوقة. شو المانع؟ ما في مانع أبدا، ما في مانع. بعد بيقول حرص على البلد وعلى المؤسسات وعلى خوفا من ردة فعل، عنا دملة بدنا نفقيها، ما حدا في عمل ردة فعل إذا بدك خارج إطار، إذا بدك يعني أسوأ مما نعيش فيه ما بقى فيه الحياة. اليوم ما في عنا أمن،
ما في عنا إذا بدك وفاق مع الساحة العربية، معنا وفاق مع الساحة الدولية. اللبنانيين بحالة إذا بدك استنفار كبير جدا، احتقان كبير جدا، دوراتنا الاقتصادية مشتولة جدا، والكل بيعرف، الاقتصاديين بيعرفوا أكثر مني إنه نحن منا بوضع طبيعي. يعني أسوأ من هيك شو ممكن نعيش؟ نحن معنا دولة، ركب الدولة. اليوم عم نقول إنه والله نحن بدنا حكومة وفاقية ولا بتكون غير ميثاقية. يا حبيبي أنت ساعت جبت حكومة، أسقطت حكومة الشيخ سعد الحريري اللي كان فيها كل أطراف مشاركة الحياة، ثم بعدين عزلت فئة لبنانية وجبت بعض الأشخاص بدك تنصبهم كدمى ليمثلوا رئيس مئات، كلهم دمى، لعبوا دور الدمى، دمير رئيس مئات، لعبوا دور الدمى، ما كانوا عم يمثلوا ضمير طرابلس أبدا نهائيا. مشان هيك أنا برأيي سقطت حكومتهم. شو قدموا لطرابلس؟ كان في 4 وزراء بطرابلس وكان في رئيس حكومة بطرابلس، في 14 جولة عنف على شط طرابلس بهالمرحلة هاي، لم تعش بأي مرحلة مماثلة جو بهالشكل هذا، ما في دورة اقتصادية، ما في مشروع إنمائي عمل لطرابلس، ما في جورة زفتت بطرابلس، اللي كانت المؤسسة اللي كان فيها 10 عم يشتغلوا صار فيها 1 أو 2، العائلات ارتمت بدون أكل وارتمت بدون عمل، بدون فرصة عمل الحياة. بس هذا كله بتحمله الرئيس مئات يعني برأيي؟ نعم اللي بس الإنسان فيك تحمله كل هول لقاله؟ بيعرف حاله أنه هو مسؤول الحياة. أنا ما بدي هجمه، أنا حكيت شيء يعني هجمته وخلصت. إيه بس أكثر من هيك أنا يعني نصحته أنا والشهيد وسام الحسن دوت الرئيس، ما تفوت على هالحكومة، هالحكومة حتحرق البلد، حتحرقك شخصيا سنيا وطرابلسيا وعربيا، وحتحرق طرابلس، وأحي شفنا انه حرق طرابلس. ما في مشروع انمائي قدم لطرابلس بوجود 4 وزراء طرابلسيين وبوجود رئيس حكومة من طرابلس. بالعكس قدموا لنا 14 جولة عنف. مين مسؤول عن 14 جولة عنف؟ لم تشهد طرابلس اي مرحلة بسنتين ثلاثة 14 جولة عنف في الحياة. اذا في شيء خلل بالحكومة. مشان هيك حزب الله ما في جيب لي دمى عني انا ويقول لي تعال اقول لك انا بخضعك بالقوة الحياة، انا بختار ممثلين. هي اول مرة هالقد بشوف غضبك وحملتك على الرئيس. نعم. مئاتي واستخدامك انت اشرف ريفي بالتحديد هذه ايه؟ التعابير دمى وغيرها. انا مش في شيء مستجد، في شيء صاير. نعم ساعة تسقط حكومة، ساعة الفريق يسقط حكومة مصلي طبيعي، هي عمرة 3 سنين. نعم هذه كانت محاولة اغتيال تانية للشيخ سعد، للشيخ رفيق الحريري الله يرحمه الحياة. كان المفروض في حدا افتكر حاله بده يلغي الحريرية السياسية، حزب الله واللي غير حزب الله ما في يلغي الحريرية السياسية. ساعة نحن بنختار الحريرية السياسية، نحن بنعرف ندافع عن الحريرية السياسية. أي إنسان إذا بدك ينصب حزب الله ليمثلني هو دمية. نعم دمية الحياة. فاصل مشاهدينا ثاني في هذه الحلقة، ومن بعد نعود إلى اللواء أشرف ريفي. نتابع مشاهدينا هذا اللقاء مع اللواء أشرف ريفي. قبل ما فوت بالموضوع الطرابلسي واللي هو دسم جدا وإنسانيا بعتقد يعني يحمل حلقات وحلقات خاصة هذه المدينة، بس بالنسبة للرئيس تمام سلام برأيك شو لازم يعمل اليوم؟ يعني هو أمام معضلة بعد 11 شهر، إذا ما شكل بهذه اليومين تدعي إلى الاعتذار، شو مفروض يعمل؟ هل فهمت أنك عم تنتقده علنيا قبل الفاصل؟ لا مش عم أقول، بتمنى فخامة رئيس الجمهورية والرئيس المكلف اليوم سمزجوا آراء كل الأطراف، صاروا 11 شهر، برأيي لازم هاليومين ثلاثة يطلعوا على اللبنانيين بتشكيلة حكومية. لازم نفقي هالدملة بقى، وحاجة يخوفونا آخر شيء والله إنه بنزل على الساحة وبعمل 7 أيار و14 أيار ومدري شو آخر شيء. لابد ما إنه بده موقف الحياة، الحياة. بس هل أنت متأكد حضرة اللواء إنه موقف تيار المستقبل، موقف تحالف العريض اللي موجود إذا بدك وعم بيحكي معه وعم بنسق معه للرئيس تمام سلام، موقفه مثل موقفك؟ ما بعرف موقف شو هو. أنا ما عم حل محله، بس أنا إذا بدك كصاحب رأي بقول ما بنطر اللبنانيين 11 شهر، وإذا نطرت اللبنانيين 11 شهر حقهم اللبنانيين علي أني قلهم بهاليومين ثلاثة بعد ما بلشنا نشوف المناورات والمماحكات والأسباب التبريرية والتعجيزية، أنه شرف تفضلوا أنا هاي حكومتي بأسماء بنعرف، بيعرف عنده أسماء بجعبته، أسماء محترمة جدا، بقول للبنانيين أنا بهالمرحلة الانتقالية هاي حكومتي، اللي وافق أهلا وسهلا، ما وافق هو حر، بيكون عمل واجباته تجاه اللبنانيين. حاج بقى نخاف من شو ممكن يعمل ردة فعل فلان وفلان وفلان. الحقيقة هاي صلاحية الدستورية. بس يعني يحكى انه في 24 ساعة فاصل، اللي بعرف صرنا كذا مرة مرددين هذا الكلام، بس يحكى انه فعلا هلأ وصلت الأمور لعند حدها
وقد بتمنى. نكون فعلا بآخر 24 ساعة فاصلة بمسألة الحكومة. بتمنى نعم طيب. بتمنى أنه يترجم للبنانيين أنه هاي حكومتنا في ديمقراطيا يخدموها على مجلس النواب، ما أخذت ثقة أوكي فليكن، يعني في آلية ديمقراطية لمحاسبتها أو لعدم رضا أي طرف تاني الحقيقة. بس حاجة هولوا عنينا، حاجة هددونا، حاجة نخاف من الآخر. آخر شيء مثل ما بيقولوا يعني أكثر من الأرض ما مسخ الله، البلد وصل هالقد إذا بدك. طيب اليوم أنقذوا أهلنا بالضحك من سيارتين مفخختين، شوفي بعد أسوأ، شوفي بعد أعظم. على كل حال قريبا سيكون ضيفنا الرئيس تمام سلام، وبعتقد عنده الكلام الكثير هذا الرجل الصبور الجلود. إن شاء الله ما يكون رئيس مكلف، يكون رئيس ألف الحكومة. إن شاء الله يكون رئيس حكومة الأسبوع القادم. طيب والناس ناطرة منه أنه تشكيلة حكومية. نعم اليوم قدم تشكيلة حكومية بأسماء محترمة جدا، حتى لو مرضي عنا كل الأطراف برأي اللبنانيين معه، اللبنانيين ما بقى فيهم يحملوا الصبر. نعم ما في شك هو أكتر واحد بده يرأس الحكومة يبقى مكلف. طيب حضرة اللواء بالانتقال إلى موضوع طرابلس، بدي بلش من مسألة القواص اللي عم بتم على الرجلين للعلويين. يعني اليوم خبروني الساعة 6:30 بأبي سمرة كان في حادثة، شخص صار له 30 سنة ما حدا بيعرف انه علوي الا لما تقوص بإجره، يعني سألوا انه جارنا علوي. فعم بحكيك عن هذه المسألة، يمكن صارت عشرات الحالات المماثلة، شغلة يعني مشينة. بس السؤال الكبير كيف ما حدا بتوقف بهكذا مسألة، والرد عليها يبدو أنه في بوادر بلشت أنه كمان أهل طرابلس عم بيقطعوا بالجبل. ممكن كان في حالة بعتقد مماثلة، كان في رد بنفس الطريقة. لا شك ما بقي حدا بطرابلس إلا ما أدان الاعتداء على الأبرياء. كل واحد بريء تعرض سواء لإطلاق نار على إجره أو تعرض للإهانة أو مصالحه أو أي شيء، فعلا نحن ندينا بشكل قاطع جدا الحقيقة. بس خليني أرجع لأصل المشكلة الحقيقة. اليوم لا شك برجع بقول أنا بالبداية وقت الإنجاز اليوم عملته المخابرات الجيش اللبناني، أدينا التحية وقلنا مبروك وبرافو عليكم، إنجاز مهم جدا الحقيقة. اليوم طيب الناس عم تلاحظ أنه بالنهاية كأنه في جريمة باتجاه معين، تركض كل الأجهزة الأمنية اللبنانية لتبيض وشها باتجاه معين، وبالمقابل في جرائم بتحسي أنه كأنه واحد ملبك فيه ما بده يداهم أو ما بده يعمل إنجاز واجباته الحياة. اليوم في سيارتين فخختين تفجرت بطرابلس، راح فيهم أكثر تقوى وسلام، راح فيهم أكثر من 50 شهيد وعدد كبير من الجرحى والدمار، ونعرفوا مين. أسف أني أقول بضمير الطرابلسيين ما شاف ولا جهاز أمني عمل واجباته ولو بالشكل الحياة. أحو الكل بنعرف تمام بمرحلة معينة طلب رفعت عيد وطلب كذلك الأمر علي عيد للتحية. بيته بحكر الظهر على النهر، يعني على حدود لبنانية السورية. صحيح. كان حد أدنى من الواجبات كل أجل الأمن اللبناني تداهمه وقت بيكون في قرار قضائي لأنه الاستماعه. بكل أسف الناس شافت أنه كأنه في تلكؤ يا عند القضاء يا عند الأمنيين. أنا عم بسمع لك بس هذا موضوع منفصل عن موضوع اللي سألتك عنه كليا. عم برررك ليش بس عم بتبرر كأنك عم بتبرر أنه فشت خلق بأبرياء بأشخاص معترين. بلشت بالإدانة، ما في غير المعتر عم أنا شغل. بلشت بالإدانة. لحنا آخر شيء طرابلس منا مذهبية ولنا طائفية، لحنا العلويين أهلنا وإخواتنا، لحنا عنا مشكلة مع زمرة مسلحة فقط لغير، و لحنا هاي بلد التعايش والكل تمام شافوا كيف ضوينا شجرة الميلاد، كيف شاركنا بعيد المولد النبوي الشريف، كيف شاركنا بعيد مرمرون. لحنا هاي أصالة طرابلس وهي حقيقتها. إنما برجع بقول وقت الدولة بتأثر بتترك مجال، أنا برأيي إما لطابور خامس أو لإنسان محتقن عند غلو بتفسير الدين لتروح لسلوكيات خاطئة. برجع بأكد مدانة منا، ما حدا يفسر أنه عم برر أنا الحقيقة. بعدين بالمقابل كل شيء في فعالية بطرابلس أدانت هذا العمل. طيب وين الأمنيين؟ ما يشرفوا إذا بيعرفوهم بالاسم، يشرفوا فضلا يعملوا كل إذا بدك واجباتهم بتوقيفهم. والطرابلسيين بيناجدوا كل الأمنيين يا أخوان نفذوا القانون على كل إنسان مرتكب. بس آخر شيء كمان الناس بتقول كل جرم مغطيين، هؤلاء حدث ما حدا مغطاهم. أنا بقى في تقاعس أمني الحقيقة لأنه آخر معروفين منني؟ معروفين من مين أكيد؟ معروفين منني وما حدا سألي يعني الأمنيين مثل... شو عم تعملوا حضرتكم ما تجي تشبون لجميع؟ أنت بتحدد مين قصدك بالأمنيين؟ كل مؤسسات الأمنية، كل مؤسسة. برجع أنا بقول
طرابلس كمان قوى الأمن إيه؟ كمان قوى الأمن وشعبة المعلومات كل إنسان ومخابرات الجيش والأمن العام وكلهم سوا. طيب اللواء ريفي يعني بيقول معروفين عطيت أسماء هؤلاء؟ لا بيعرفون وأنا بعرف أنه بيعرفون بالاسم. طب يعني عم تغضوا نظر جميعا يعني كأنه في تواطؤ بهذه المسألة. برجع أقول لك أنا خليني أقول آخر شيء، هاي الحكومة جابت 14 جولة عنف للمدينة ما رح نقول لك كتر خيرك أبدا نهائي الحياة. كنا ناطرين إذا بدك المن والسلوى بهالحكومة اللي فيها أربع وزراء طرابلسيين ورئيس حكومة طرابلسي، كنا ناطرين المن والسلوى على صعيد فرص العمل، على زي على صعيد المشاريع الإنمائية، على صعيد المرافق. نعم. اللي صار سنين وسنين معطلة لازم نكون هاي الحياة أطلقناها بهالحكومة هاي لحتى تعمل فرص عمل إضافية وجديدة للطرابلسيين. برجع بقول اليوم قرار الحكومة السياسي تجاه أمن طرابلس بقول له أنا حكومي في علامة استفهام حوله، يعني في قرار مشبوه أدى وصل لأمن مشبوه مربك الأجهزة الأمنية أكيد، لأنه قرار سياسي تبع الحكومة هاي منه كتير متصالح مع الجو العام تبع طرابلس. الحقيقة مشان هيك برجع بقول الأساس بالقرار السياسي خاطئ، عم يعطي أمن خاطئ. نحن ما عندنا أمن الحقيقة رضينا عنه، لا أكيد طرابلس لا يجوز يكون في عندنا 13 خطة أمنية لطرابلس، لأنه بالنهاية إذا غلط بالخطة الأولى ممكن عدلها روح على خطة تانية، بس إذا بقول بدي خطة تالتة يعني أنا فاشل أمنيا. الحقيقة لحنا صار اليوم ب 13 خطة أمنية بطرابلس. الحقيقة برجع بقول إذا في خلل بمكان ما آخر وطرابلسيين حكما غير راضين عن الأمن الموجود طبعاً. أنا بمرحلة معينة كنت موجود بمسؤولية حتى جاوب، أنا كنت بموقع المسؤولية، القرار السياسي كان حكما منه لصالح طرابلس و منه محب لطرابلس. معقول قرار السياسي بالمطلق بالمطلق، لأنه قرار الحكومي آخر شيء فكرت حالة هي وقت لنصبت على علينا كطرابلسيين أنه بتعمل أمن مثل ما بده حزب الله. لا هي ولا غيرها فيها تعمل أمن مثل ما بده حزب الله، وقت كان السوري موجود بكل طاقته ما قدر خضع المدينة، مشان هيك الأصيل ما في خضع المدينة، الوكيل ما في خضع المدينة، مشان هيك طلقوا بشكل خاطئ باتجاه المدينة. طيب عم بينحكى كمان انه هنالك جرائم عادية، جرائم ما لها علاقة لا بخلفية سياسية ولا مذهبية ولا شيء، كمان هنالك غطاء مالي مجرمين؟ لا الجرائم العادية عم يتابعوها الحقيقة، متابعة. ما عندنا جريمة كبرى لنا عادية، يعني جريمة واحد قوى ستين بأجره لأنه علوي هيدي تعتبر جريمة سياسية؟ جريمة مدانة وغير مقبولة أنا برأيي. وطلبنا عدة مرات، بس اللي عم بيقوم فيها معروف وما حدا عم بيروح يطالب، معروف. طلبنا عدة مرات الأجهزة الأمنية شرف تفضلوا قوموا بواجباتكم، حكما الأولوية لجريمة الكبرى تبع تفجير المسجد السلام والتقوى ثم بعدين كافة الجرائم، بس مش عم أقول والله إذا ما عملت هيديك ما تعمل هاي، لا عمل كل واجباتك. تعتقد اللي عم بيقوم بهكذا أعمال عم بيوجع يعني علي عيد وهذه المجموعات والحزب؟ عم بيوجع المدينة، هيدا هو السؤال، إنه ما بتعتقد عم بيخدم بالنهاية المنطق الآخر؟ يعني اليوم اللي عنده حرص فعلا على تسليم هؤلاء وعلى إنه التحقيقات تستكمل في المسجدين، لازم ما حدا عم يحميهم. طرابلس بكل فعاليته وبكل تكوينه عم بطالب القضاء والأمن خذوا إجراءاتكم، خذوا إجراءاتهم بس بكل الجرائم حتى ما يكون في خلل بالعملية. في جريمتين إرهابيتين كبيرتين وقعتاي بطرابلس، بكل أسف لحديثها للحقيقة طرابلسيين ناطرين نتائج مداهمات تعتقل كل الأشخاص، بكل أسف مش عم نشوفها. أمتين منشوفها برأيك؟ مش بعد الحكومة هاي، بالحكومة الجديدة، حكومة مستقيلة، الأجهزة الأمنية اليوم فيها تضرب، وقت يعني كانت منا مستقيلة، وقت كانت هي صلاحية يعني قبل استقالتها ما أعطت طرابلس الأمن، مشان هيك هي مستقيلة مش ناطرين منها الأمن، لأنه انطلاقتها الأساسية خطأ بحق طرابلس. عم تتعقد أكثر وأكثر الأمور بطرابلس، يعني أشخاص عم بيدخلوا على الخط إذا فينا نقول، وجهات وأطراف كثيرة عم بتعقد الأمور أكثر وأكثر. كمان عم نشوف فيديوهات وعم نشوف يعني بعض الأشخاص حتى غير الملثمين اللي عم بيحكوا عم بيناصروا بعض الجهات، أنتوا بتقولوا ما في داعش مثلا في طرابلس، منشوف بيطلع مجموعة ما بتقول نحن تبايع إذا بدك داعش وأميرة. في اليوم هذه الحالات موجودة أو بعدك على الكلام السابق ما بيشكله يعني إلا جزء صغير من المدينة؟ قدي صغير هالجزء عم بيكبر أو لا؟ ما بدي يفوت على تفصيل، خلي يفوت إذا بدك على العموم. بدنا استراتيجية مكافحة إرهاب سواء إجا من هاي الميلة أو من هالميلة،
ما في واحد يعمل إرهاب وما ينطر حدا تاني. الحقيقة بنرجع نقول هعطي مثال واضح، 14 إذار نعرف مين، إذا بدك ناطرين محكمة أكيد، بس نعرف مين اغتال شهداء 14 إذار. 14 إذار بتكوينها كلها سوا برأي حضاري أو حتى تلميذ بازونسان راحوا على المحاكمات لأنه هن حضاريين. طيب حزب الله ساعة اللي كان عم يغتال هالشخصيات هاي وساعة اللي عم يرتكب هالجرائم هاي ساعة الفات على سوريا، ما فات يعمل سيران أو روح يأخذ برازل السوريين، في ناس سوريين قتلوا، يعني في أهالي فقدوا أولادهم أو عائلاتهم خلال دخول حزب الله لحياة. في حدا بيشبه حزب الله أنه حبيبي أنت والمحكمة حل عني. أنا حزب العرب الديمقراطي يعني. لا 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 يعني لا عم بحكي سوريين. ما بدي أنا أروح على المحاكمة. اليوم أكيد برجع بقول جمهور الحضاري اللي كان عم يفقد شهدائه ب 14 إذار راح على المحاكمات، دليل إذا بدك رقيه، دليل إذا بدك بأي طريقة بيعالج أموره راح على المحكمة، ما عمل مجازر ردة فعل ولا صحيح. عمل انتقامات لأي شيء. ساعة حزب الله فات على سوريا وهون ارتكب الخطأ استراتيجي، وما يبرر لا تجاه جمهوره ولا تجاه اللبنانيين، ارتكب الخطأ استراتيجي، دفع لبنانيين حقه وهو حيدفع حقه غالي جدا ورح يندم على هالدخول هذا. إذا بعد هاللحظة هاي التقى مين بيشبه حزب الله؟ بتقتل لي ولادي بدي اقتل لك ولادك. نحن اخر شيء خلينا نعرف تماما ان احنا اولاد شريعه محمديه شبيهه بالشريعه الموسويه اللي بتقول العين بالعين والسن بالسن والبادي اظلم. اذا كنت انا حضاري كانك عم تهدد حضره اللواء. لا مش عم هدد، انا عم وصف اذا بدك، عم اقول انا نصحت بالاول انا عم برر، مش عم برر، عم بعطي تفسير ليش صرنا عم نشوف الحياة انتحاريين واستشهاديين الحياة، لأنه في ناس عندها غلو بالدين. بس هذا الكلام اللي بيعتبروه يبرر ويشكل بيئة حاضنة لهؤلاء. أنا برأيي أنه عم بتقولوا له أنت البادي وأنت الأظلم. نعم. وقت اللي إذا تراجع عن خطأك لحتى نقدر ننفس ردة الفعل الحياة. دائما هل انتحاريين عم بيروحوا يعملوا عمليات عشوائية بالمدنيين؟ إذا نعم. بدنا نعتبر حزب الله طلع نعم. كتنظيم عسكري ميليشياوي إلى سوريا صحيح. يقاتل مفروض يعني سوريين مسلحين معارك عم بلق. عم يقتل أبرياء ولا لا؟ ما في شك حتى هو أبرياء ما بعرف. هذا قاتل هذا قاتل هذا قاتل وهذا بس في معركة هونيك، هون في لحظة. انتقام من بيئة بده من عيال من أولاد صغار بده يهول علي حزب الله يقول آخر شيء ما تخلق بيئة حاضنة للإرهابيين ولا تخلق تبريرات للإرهابيين. حبيبي بس الدكتور يقول لك إذا أكلت سمنة بدك تموت، مش معناته هو مع أنك تموت، بس لازم يقول لك أنك بدك تموت وهذا الدواء لازم تعالجه. وقال منكون آخر شيء على الطريقة السورية أنه أنا بدي أقتلك وممنوع آخر شيء أنه والله تقول أنه أنا عم بقتلك. أنا أمني برجع بقول أنا عم حط نقاط على الحروف، إذا ما حطينا نقاط على الحروف وأصبعنا على الجرح وحياتك حندل دور بدوامة مفرغة. التقى مين يحكي نفس لغة حزب الله، بتقتل لي ولادي حقتل لك ولادك. خلينا إذا نرجع نحط استراتيجية. أين تيار المستقبل وأشرف ريفي من هؤلاء؟ وين أكيد. أشرف ريفي من هؤلاء؟ إيدينا لهذا وإيدينا لهذا، هذا إرهابي وقاتل وهذا إرهابي وقاتل. معلش بس يقتل ناس أبرياء أو إرهابي وقاتل، بس يقتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري بكل أعراف المحاكم الدولية والمجتمعات الدولية هاي جريمة إرهابية. لحنا كنت ردت فعلنا حضارية، رحنا على المحكمة، بس ما كل الناس فيك تحكمي بسلوكياتها، في ناس مغالية بردت فعلها، في ناس عنيفة بردت فعلها، بتروح على نفس المنطق هو ذاته. عشان هيك نرجع نقول لحزب الله معلش ما تغش حالك، ما تغش جمهورك، ما تغش اللبنانيين، ارتكبت الخطأ استراتيجي بداخل لبنان وبخارج لبنان. وإذا ما حطينا نقط على الحروف لنقعد نحن وياك على الطاولة نقول هاي بدك تروح على المحكمة حتى مروا على السأر والانتقام، قلت له قبل هلا، مش إنه والله هو بتهددني إنه آخر شيء إذا رحت على المحكمة بدي أقتلك، ما في أمن ولا استقرار. إذا ما عملت محكمة، إذا ما عملت عدالة، ما في أمن ولا استقرار، في سأر وانتقام عند البعض، عند المغالين سواء بالدين أو بردة الفعل. خلينا نحط نقاط على الحروف بقى، إذا ما حطينا نقاط على الحروف وقعدنا مع بعضنا البعض بالطاولة على الطاولة عم نربي حقد وعم نتفق على أمور يعني تتفجر بعد سنين قادمة. كيف تلقفت بعض الفيديوهات اللي طلعت اللي انتقدت الرئيس عبد الحريري على موقفه؟ برأيك كان في أطراف مثل ما قيل وراها أو هي فعلا عفوية، يعني مثل ما حضرتك عم بتقول هنالك حلق مغالين. كبير في الشارع السني في احتقان في احتقان كبير، هل اجى تعبير عفوي برايك ام لا؟ لا
في احتكام وكان في دفع بهذا الاتجاه، ونعرف مين دفع بهذا الاتجاه الحقيقة. وبتصور الحقيقة هذا ما بيمثل إلا رأي كل من الطرابلسيين، الرأي العام الكبير بطرابلس نعرف تماما هو حريري، الهوى والانتماء والتوجه، إنما في احتكام بالساحة نتيجة برأيي حالة قهر وحالة إحساس بمهانة وبمزلة وحالة إحساس بمس بكرامة. آخر شيء هذا المارد ما حدا يقرب صوبه بقى ويستحداه أكتر. هذا المارد إذا وعي أكتر بعد شوي صغيرة حكما بيخبص بمحل معين. مشان هيك برجع بقول إيران المارد السني اللي حكي عنه أستاذ المارد السني يعني نعم صحيح أول نعم شيء صحيح المارد السني اللي بلش حس في حدا حس بحاله هو إنه فيه هين كرامته، برأيي ما حدا فيه هين كرامته، وهي ردات فعل أنا بتصور أكيد مغالات فيها. نرجع نقول نحن كلنا معنيين نعيش مع بعضنا البعض، خلي كل إنسان يرجع يعيد حساباته، نحن شركاء بهذا الوطن، نحن مواطنين درجة أولى مثلنا مثل غيرنا، ما حدا يتقدمنا نهائيا، نحن سندافع، نحن مع الاعتدال مع التنوع مع الرهان على الدولة. الدويلة لن تنجح بحكم لبنان ولن تنجح الدويلة بالسيطرة على البلد نهائيا. حضرة اللواء ما عم بهذا الفريق اللي عم تسميه أنت مغالين ومتطرفين ما عم بياخدكن إلى لا. جانبه بخطاب كمان لا ما فينا نتحكم فيه ايه. لا ما فينا نتحكم فيه بس ما فيه خدمة محل مش مقتنعين. أكبر دليل كان فرحتنا كبرى بالمحكمة الدولية وقال لحنا لو كنا بنروح على طريقته كنا رحنا على السقر والانتقام. كيف رحنا على المحكمة الدولية نعم. رحنا على انتظار على إنجاز كبير تاريخي حققناه رحنا والشيخ سعد الحريري سوا، وأنا برأيي بكرة للتاريخ بنشوف كيف عم نحمي أولادنا بشكل حضاري. فيديو أبو سياف الأنصاري كيف تلقفته؟ مفبرك مفبرك مفبرك. ليه مفبرك؟ شو ما له على أبو طرابلس نهائيا. في جو أكيد محتقن بطرابلس بس آخر شيء لم نعرف شيء اسمه أبو سيف الأنصاري ولا موجود بطرابلس ولا هاي فبركات الحياة. بس هيدا 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 اسم يعني اسم حركة إذا فينا نقول ما سبق وسمعناه ما سبق وسمعناه ولا عدنا سمعناه، يعني ما كان في السابق إنه سمعناه ولا عدنا سمعناه ونحن عايشين على الأرض ما شفنا ترجمات. بقولك ما في احتكان عند جزء من الطرابلسيين بل في احتكان بمرحلة معينة حسوا إنه كرامتهم مست، حسوا مثل ما أهل بيروت حسوا أنه كرامتهم مست، في ناس حست أنه في حدا دعس له على إجرة. طيب هالبشر آخر شيء الحقيقة. طيب كلامك لقادة المحاور إنه ما عندنا قادة محاور. طيب هالشباب بباب التبين اللي حاملين سلاح واللي عم بيدافعوا عن منطقتهم عم بيردوا على إطلاق النار أحيانا يمكن هن كمان بيفتحوا المعركة، مش معروف المعركة أصلا كيف بتنفتح على هذه الجبهة، بعدك عند كلامك رغم الأصوات اللي طلعت ما يهول علي حزب الله. أنا ليه حزب الله؟ لأنه كل إعلام حزب الله بغرف السوداء هو طلعت بجريدة الأخبار وبعض التلفزيونات بنعرفها شوي ما حنسميه بالوقت الحاضر، تراجعت بعدين آخر شيء نتيجة السلوكيات الأخير. أنا حكما أنا معني بكل شرائح طرابلس، هول أولادنا اللي هن عايشين على خطوط التماس اللي عم يتلقوا هن الضربات ورصاص وبيحملوا أولاده بعد نص ليل فجأة ليقنع لمكان آمن، هذا ابني آخر شيء بس يضطر يدافع عن حاله وقت الدولة بتأثر عن دفاع عنه تجاه زمرة معتدية مرتبطة بمشروع سوري إيراني. هلأ خلينا نسميه مشروع نظام السوري ومشروع جزء من إيران كمان، لأنه إيران بلشت تتغير هي بهالاتجاه. آخر شيء هذا حقه يدافع عن حاله، نحن معهم أكيد لحتى نمنع العسكرة، نحن منا مجتمع جاهز للعسكرة، نحن مجتمع مدني بدنا نروح على الحياة المدنية. مشان هيك أنا بتصور في حدا اعتقد أنه بيعتدي على كل الناس وبيفرض شروط دويلته علينا، لا ما في يفرض ولا شرط علينا نهائيا. وبرجع بقول احنا قادرين نحمي ساحتنا، احنا بنقول رهاننا الاول هو الدوله، رهاننا الثاني هو الدوله، ورهاننا الدائم هو الدوله، بس تشرف الدوله تحمينا وتشرف الدوله تاخذ تلعب دور. اذا اصبحتوا انتم جزء وازن من هذه الدوله عبر الحكومه واصبحت وزاره الداخليه ربما مع اشرف ريفي او مع جمال الجراح او مع كل هذه الاسماء التي تطرح الان من فريقكم السياسي، هل منشوف تغيير ما على الأرض؟ بنعكس ذلك أم الأمور عند حالة؟ أنا برأيي بس تتغير الحكومة اللي هي قلبها مش مع طرابلس حكما حتلاقي تغيير بطرابلس حقيقة. لأنه آخر شيء واجب الحكومة تعطي طرابلس الأمن والاستقرار والنمو والازدهار. ما شفنا أمن ولا شفنا استقرار ولا شفنا نمو ولا شفنا ازدهار. الناس عم تفتش على فرص عمل تعيش بكرامتها، تعيش أولادها بكرامتها، حاش بقى بالنهاية الناس فقرت، الناس كفرت بكل الطبقة السياسية، الناس كفرت بكل أمنياً. اللي أمنياً شو حكم تعمله؟
بس انتم بوزارة الداخلية وربما حتى وزارات أمنية أخرى بعد مش معروف كيف تكون التركيبة في هذه الحالة أمنيا شو فيكم تعمل؟ حلك بكل بساطة، اليوم وقت اللي كان في المهرجان أو اللقاء تبع 14 إذار بطرابلس كان دوت الرئيس فؤاد السنورة موجود الحقيقة، أنا عملت مداخلة بآخر شيء الحقيقة وعملت مقارنة ما بين وقت اللي واجهنا فتح بس شهر الأسد، فتح الإسلام بسموه فتح الإسلام، كان قرار حكومتنا يومتها أو حكومة فؤاد السنورة قرار هالقد واضح بالمواجهة وكان تنفيذنا وكان نهر البارد وكان نهر البارد، كان الجيش هالقد واضح ونحن كنا هالقد واضحين والناس كانت معنا، ولو الناس ما كانت معنا ما كنا نجحنا. إذا كان قرار حكومي مع قرار أمني عسكري مع قرار شعبي تلاقت كلها سوا مع قرار ديني كمان يومتها وعملت نجاحات الحياة. وقت اللي بيكون في حكومة مشبوهة بقراراتها أنا برأيي لن تعطي أمن لطرابلس ولن تعطي استقرار ولا ازدهار ولا نمو، مشان هيك طرابلس عم تعاني من الجوع، عم تعاني من الفقر، عم تعاني من البطالة، عم تعاني من لا استقرار، عم تعاني من لا أمان، ما في دورة اقتصادية طرابلس. هل يعقل حكومة فيها 4 وزراء طرابلسيين ورئيس حكومة منا ما في جورة ردمت بطرابلس؟ ما في مصنع فتح جديد بطرابلس؟ فيكم تجيبوا علي عيد على التحقيق؟ دولة فيها تجيب تعمل واجبات الدولة يمكن يهرب. إذا كنتوا أنتوا اليوم بتقولوا بتحطوا المسؤولية على الآخر اللي هو موجود اليوم بالحكم وأنتوا خارج الحكم، إذا كنتوا أنتوا بالحكم لح يكون في خطوط حمر أو لا؟ ستنا خط أحمر أكثر من ميشيل سماحة ما في، كان خط أحمر شيل سماحة كان أكثر من خط كانت أحمر. عملية مبكلة مصورينه بالصوت وهيدي والصورة والفيديو وهيدي عملية مبكلة، ما تركتوا ثغرة لتقدروا فعلا عملنا وجبات عليها. عملنا وجباتنا بس ما ترددنا لنفوت عليه على البيت ونجيبه مثل أي إرهابي آخر. بعد ما ضبطنا 24 عبوة ناسفة فيهم 4 عبوات تفجير وفيهم 20 عبوة ل 20 عملية اغتيال. إذا بس حدا ياخد قرار يبني دولة. حضرتك أدرى إنه قبل ما تقوموا بالمداهمة اضطريتوا تغطوا حالكم لدرجة ما يبقى أدنى شك عن أي لبناني، لأنه هالقد اللبنانيين هذا أصوله وهيدي عملية مغطاية نفس الشيء مثل ميشيل سماحة، بس كان عندنا جرأة ناخد قرار نداهم ميشيل سماحة ونجيبه. التقوى والسلام هالقد مغطاية هالقد واضحة على الفيديوهات مبكر قد ملفها مبكر. كيف؟ ليه مش واضح بالصوت بالتحقيقات؟ بالكاميرات وبتحليل الداتا وباعترافات. أنا كمهني بقول لك الملف مبكر 100%، بس بدك قرار بمحل معين الحياة. لحنا اليوم أخذنا قرار بمجلس سماحة اللي هو أهم من علي عيد وأهم من رفع عيد وأهم من هالأرطة كلها سوا. فتنا عليهم جبناهم، بس إنسان يكون في شبه حول جريمة إرهابية ممنوع جهاز الأمن يتردد نهائيا مثل ما عملوا اليوم بيعملوا كمان بسلام والتقوى. عندك مخاوف أن يتم إطلاق سراحه لمين؟ للوزير السابق ميشيل سماحة. لا ما حدا في إطلاق سراحه نهائيا. طيب ملف مبكل ما حدا في إطلاق سراحه نهائيا. فاصل مشاهدينا ونعود إلى هذه الحلقة المباشرة من طرابلس. نتابع هذا اللقاء مشاهدينا بالمسألة الطرابلسية. حضرتك حكيت أكثر من مرة عن دعم حزب الله للحزب العربي الديمقراطي، حكيت عن سلاح، حكيت عن عدد من المسائل. هل هذا الدعم لحد اليوم لا يزال على حاله؟ وهل كمان موثق لديك حضرة اللواء؟ طبيعي الكل بيعرفوا، المتابعين بيعرفوا تماما أنه ميزانة حزب الله تراجعت ودعمه المالي تراجع، يعني نقصت الكمية المال اللي بيدفعها لحلفائه ولهالمجموعات هذه، إنما بسلاح وبالتدريب بعدها قائمة. بنعرف معسكرات تدريب عم تعيد تدريب أشخاص من بيئتنا بالبقاع أو من الجبل، يعني من بعل المحسن من الجبل وحتى من خارج بعل المحسن الحقيقة. حلفائهم عم يبعطوا ناس على التدريب. وسبقوا لحنا بال2006 حكينا مع حزب الله أنا ووسام الحسن الله يرحمه، يا أخوان شو عم تعملوا الحقيقة؟ عم تستفزوا الفريق الآخر ليتساءل إنه شو عم تعملوا بهالبيئة هاي. إذا عم تبنوا على مرتزقة لا يبنى رهان على مرتزقة، ونحن بنعرفهم بالاسم كلهم صور حياة. وإذا فكرك تحقق مشروع أنا برأيي لا، هذا بيزيد الاحتقان بوشك تماما وبيرجع بيفجر البلد. آسف أني أقول بعد تدريبات قائمة بعد تسليح قائم اللي فرق فقط لغير إنه كمية المال خفت، وبرجع بقول لكل لبنانيين وبرجع بقول لحتى حزب الله نعم نعلم قديش تدفع لفلان ولفلان ولفلان ولفلان، قديش كان المبلغ وقديش صار بالوقت الحاضر الحقيقة. نرجع نقول لحزب الله خلينا نرجع نقعد نحط نقاطنا على الحروف،
نبني هالبلد كشركاء، نبنيه كمواطنين كلنا درجة أولى، ما حدا درجة تانية نهائيا. نحن مدينا إيدنا بعدة محلات، اليوم المحكمة الدولية انطلقت، يجب أن يسلم كل إنسان مجتبى. إذا كنت فعلا أنت ما بدك تحمل دم رفيق الحريري، سلمه للمحكمة الدولية. إذا فكرك هول قديسين، لا هول مش قديسين، هول القتل وهول المجرمين. اللي بيقتل شهيدي منه قديس، وعيب كنت تقول انه قديس. احد الادله الاساسيه المستند عليها المحكمه لحد اليوم هو التقرير اللي اعده العميد اشرف ريفي يومها بعد شهر من اغتيال الرئيس الحريري، تقريره كان لفيتزجيرالد. عم بقرا كنت التقرير حضرت، اللي لفتني في هذا التقرير انه كانك بمحل معين موجه الاتهام، انه عم بتقول المنطق يقول ذهب بكل الاتجاهات، ولكن الواقع الحالي بلبنان الأمني والسياسي بحتم علينا الذهاب باتجاه معين، سلوكيات. مش حرفيا سلوكيات. صح. شو بتقصد بهذه النقطة؟ وهيدي اللي بعدها يعني كنت عم بتوجه، عفوا اسمح لي، الاتهام إلى حزب الله من وقتها بعد بشهر إلى سوريا. مش هيك قصد، بالعكس أنا كنت يومتها محقق، يعني أنا كنت ضابط أمن. أنا عم أقول يا أخوان خلونا نعمل توجيه الاتهام ب 360 درجة. الأصول والموضوعية والاحتراف بيقول ممنوع أنا أروح بأول يوم باتهام حدا معين. كان في حدا عم يكب مثل ما هلأ كبوا قصة وليد عيدو، في حدا عم يكب أنه الحجاج الأستراليين أو أبو عدس، يعني كأنه بده يروح باتجاه معين. أنا ماني مقتنع بالحجاج الأستراليين ولا راكب معي قصة أبو عدس، مشبوهة كلها سوا. مشان هيك كنت عم أقول يومتها كاد المريب أن يكون خزوني، مثل ما صار بمسرح الجريمة اللي بلشت هلأ المحكمة الدولية تستعرضها. صحيح. هل بجوز بمسرح جريمة لجريمة إرهابية كبرى استشهد فيها رئيس حكومة سابق ووزير ووزير ونائب من ألمع شخصياتنا، واستشهد معنا 20 شهيد والدمار الكبير، يكون في حدا كان مهمته العبث بمسرح الجريمة مش الحفاظ على مسرح الجريمة؟ بس حتى من قوى الأمن الداخلي، حتى من قوى الأمن الداخلي كان في تمين الجهة المسؤولة، كانت خاصة بنقطة إزالة السيارات. أنا برأيي في ضباط 4 كانوا مسؤولين أمنيين أوقفوا وأخرجوا بس بعد فترة معينة. برأيي في 3 منهم، أنا بضمن لكل لبنانيين، في 3 منهم له علاقة يعني بشكل معين بالجريمة أو بشيء له علاقة بالجريمة. أف نعم. عم بتقول في 3 من الضباط نعم. اللي سجنتون نعم. 4 سنين نعم. وأول نعم. ما استلمت المحكمة أخلت سبيلهم لعدم كفاية الأدلة. عم بتقول في 3 منهم؟ نعم. اليوم بالجريمة الأساسية بشو؟ شريط أبو عدس، في واحد منهم مسؤول عن قصة تركيبة شريط أبو عدس. عم بتشير للواء جميل السيد. نعم نعم، اللي حاول يهرب ليروح على جزيرة ماريشال ليحمي حاله بتغطية دبلوماسية أو بغطاء بحصانة دبلوماسية. ممثل لدولة ذات سيادة باليونسكو. طيب. كيف بتهرب؟ رفضت جزيرة ماريشال، تعطيها التمثيل وسحب التمثيل الحياة. طيب كاد المريب كمان أن يقول خزوني. طيب أنا برجع بقول لللبنانيين اللي رافق 24 عبوة ناس في من دمشق إلى بيروت بنفس السيارة، هو خبير أمني. طيب انه مسؤول ولا مش مسؤول؟ احنا اذا كان عندنا عريف صغير وبيطلع يرافق سلاح او متفجرات او اي شيء بنحطه بالحبس الحياه. شو بدي خلي القضاء ياخذ مجراه. بس برجع بقول للبنانيين في مسرح جريمه اليوم كلنا بنعرف اذا صار في حادث سير بين سيارتين ما مشي اذا في جريمه، في 25% مسؤوليه على طرف. بس حضره اللواء عم تحكي بثلاثه، عم تحكي بثلاث ضباط. نعم. مين الرابع اللي استثنى؟ انا عم اقول لك موضوعين. مين الرابع اللي عم تستثنيه؟ ريمون عزار. نعم. ريمون عزار برايي ما كان بجو نهائي الحياه، لم يعمل على العبث بمسرح الجريمه ولا له علاقه بشريط ابو عدس وتركيبه شريط ابو عدس، انما 3 الباقيين بتصور رح ينطلبوا على المحكمه. بس هذا الكل بنعرف كان تمامًا. عندك هالمعطيات لما تم إيه أكيد. القبض على إيه الاربعه تم القبض اول شيء بالعنوان من بينهم العميد ريمو عزار. اليوم في مذكره توقيف طلعت من قضاء، انا كنت كامني ما لي حق ناقش انه مذكره توقيف انا بنفذها فقط لغير، مش انه بالنهايه انا بناقشها. اليوم اذا طلع مذكره توقيف بحيل لحدا سواء مخابرات الجيش او قوى الامن الداخلي او الامن العام او امن الدولي، ما بتناقش القاضي
إذا طلع مذكرة توقيف بتنفذ فقط لغير وبتسلمه للقاضي. إذا اليوم متى طلع مذكرة توقيف من سلطة قضائية دولية من خلال النيابة العامة التمييزية اللي احنا نفذناها تماما. بس هيدا إملي كبير الليلة واتهام كبير. هؤلاء أشخاص عندهم يعني عيال عم بيطلعوا على التلفزيونات عم بيصرحوا موجودين, يعني ثلاثة اللي عم بتشير لقلهم موجودين بشكل يومي دائم على شاشات التلفزيون معروفين مع طرف سياسي وجهة سياسية معينة. المحكمة بلشت ولا لا؟ المحكمة بلشت ولا لا؟ اللي عم يتابع سياق المحاكمة أو الاستماع جلسات المحاكمات بيعرف تماما أنه سؤال أحد رتباء قوى الأمن الداخلي, يا ابني ليش رحت بليلتها أنت لتشيل سيارات من مسرح الجريمة؟ وأنا كتبها بتقريري هل يعقل بجريمة إرهابية ما بنمر 24 ساعة على مسرح الجريمة بعد ما عملنا ولا كشف مبدئيا؟ هل يعقل أنه نشيل السيارات من محلها؟ يوم سألنا ليش شلتوا سيارات؟ الله الحفاظ عليها. قلت ليش حبيبي في قيمة هي خردة؟ قيمتها فقط هي دليل جرمي فقط لغير ليصير دراسي على مسرح الجريمة. صحيح. برجع بقول لتشوفي قديش كانت الأمور هالقد إذا بدك في تعمد بالعبث. برجع بقول إنه آخر شيء كاد المريب أن يقول خذوني. بس حكيت عن علاقة ما للواء جميل السيد, ماذا عن بشريط أبو عدس بالعبث مسرح الجريمة؟ طيب. مين عطى الأمر؟ ما حفظ الألقاب. مصطفى حمدان, علي الحاج, شو في عليهم؟ بكرة بتشوفي المحكمة شو في عليهم. يعني عم تحكي المحكمة. عن معلومات مش عم تحكي استشراف وتحقيق. أنا خبير عم شوف شو صار. أنا كتبتها ب 15/3/2005 كتبتها رسميا بعد شهر, ويومتها قدمتها لفيت جيرالد بآخر يوم من يوم البعثة. وأنا يومتها كان وزير الداخلية سمير فرنجية, بعت له خبر مع أحد مستشارينه, سمع مني نصح وزير الداخلية يقرأ هالتقرير. أنا بعرف سمير فرنجية ما له علاقة بالجريمة للأمانة, إذا بدك يقرأ, إذا ما عنده اعتراض على مضمونه يتبناه كوزير داخلية يرفعه رسميا. أخذت معهم يومين وبعدين رفعوه رسميا. الحقيقة رفع رسميا هذا التقرير لفيت جيرالد وبعده اليوم مسند رسمي عند المحكمة الدولية. اللي شاف ما كتب بهذا التقرير بيعرف مين ارتكب الجريمة. نحن بنعرف تماما, ننطلق من مبادئ نعرف مين المجرم, يعني مين له مصلحة بالجريمة, مين عنده قدرة على الجريمة. بس في كمان مبدأ ثالث حاول اتعاموا عليه, كاد المريب أن يقول خذوني. اللي بيتعمد يشيل يفوت على مسرح الجريمة ليشوهه ليعبس فيه وليبعثر محتوياته بده يخفي الجريمه, ما بده يكشف الجريمه الحقيقه. بس عشرات الاختلاف السياسيه كان يصير نفس الشيء حضره اللواء. لا دغري لا. يلا افتحوا أوكي. الطريق شيلوا اليوم. اعتبري انه جهاز بعد ما عنده خبره مبدئيا يمكن تطرح له 6-7 ساعات فوضى, بس 6-7 ساعات بعدين على الاقل بطوق انا مسرح الجريمه وبعمل واجباتي, ما بروح بشيل السيارات اللي هن دليل جرمي فقط, قيمتهم كدليل جرمي وانا كتبها. شوفي المفارقات بمسرح الجريمه, ما انعمل الحد الادنى من الواجبات لدرجة أنه زاهي أبو رجيلي اللي كلفت بالتحقيق فيها, نعم معهم حق يقولوا أنه تقاعس قوى الأمن الداخلي قتلوا لزاهي أبو رجيلي. زاهي أبو رجيلي بقي بعد الانفجار 12 ساعة طيب. صحيح. ما وصلوا لبعد 24 ساعة مات, لأنه بالنهاية كان ما كلفوا خاطر حدا يطلع يفتش بالغرف اللي هن محيطين بمسرح الجريمة. في جثة تاني عسر عليه بعد 8 أيام بمسرح الجريمة, ما التقيت بعد 8 أيام. في جثة عبد الحميد غلياني أهله بعضهم طيبين وبيتذكروا تماما, بعد 16 يوم أهله عثروا عليه بمسرح الجريمة. هل يعقل مسرح الجريمة أنا في جثة بدي 16 يوم ما بلاقيها؟ هذه فضيحة, يعني هو اللي فضايح. نعم. أنا كتبها كلها سوا, وبرجع بقول هذه صارت وثيقة بالتقرير عند المحكمة, وانطلقت بإحدى جلساتها اللي مرقت لحديث هلا نوقش جزء من مضمون التقرير. يعني بتصور كخبير حكيت يومتها أنا شو شفت تماما. طب هل فاجأك الادعاء بكلام ما برواية ما بأي شيء جديد عليك, يعني ما كنت واصلين له؟ لا برأيي حقا في تفاصيل ما كنا نعرفها, بس بخطوط العريضة بلا بعرفها. أنا بعرف تماما إذا بدك إثباتين أساسيين, تحليل الداتا. وتحليل الداتا ما حدا يفتكر انه اسرائيل تلعب فيه عن بعد. سقطوا هالنظرية يا اخوان, في خبراء اهم منكم واهم منا وبيعرفوا انه اسرائيل ما فيها تلعب بالداتا لا عن بعد ولا عن قرب الحقيقة. ثانيا في موضوع ابو عدس صارت مكشوفة كيف استدرج ابو عدس من جامع الحوري من الجامعة العربية, كيف مين استدرجه, كيف اخذ, وكيف بعدين تصور الفيلم اللي صوروه فقط لاتهام انه والله
ناس متطرفين سنة قتلوا شيخ رفيق الحريري ما بقى تنطلع وانكشفت لعبة وحكيت عنهم هذه المسائل حضرت صح. بس بكل رواية الادعاء لحد هلأ ما في خيط ما بيرجع بيخدني إلى الضباط لحقول ثلاثة هلأ اللي حضرتك عم بتشير لألهم بلا وقت طلع أحد رتبائك والأمدي وسؤل ليش فيك تقلنا ليش أنت ليلتها كنت عم تصور السيارات اللي عم تنشال قال لأنه أحز رئيسي عطاني أمر أنه فورا نزلوا على مسرح الجريمة ونعرف رئيسه منين أخذ الأمر وبين عطى لرئيسه الأمر مبدئيا المحكمة الدولية بتعرف كل هالتفاصيل. طيب حضرت لواء كنتوا أو كان في كلام أنه مجتمعين بشقة وخططوا وهيدا طلع كل هذا طيب أي بس هذا كلام بني عليه لا يعني لا بمرحلة لا معينة لم يبنى على شيء من لا من إفادة شهود حسام حسام ولا من إفادة زهير الصديق ولا من إفادة بني عودة بكل تحقيق بيطلع معك افترضي أنه أنا بتحقيق معين عم بياخد إفادة 10 أشخاص بيطلع 2 أو 3 عندهم مصداقية في 7 أنا بكبهم الحقيقة المحكمة لحديتها كل اللبناني بيعرفوا تماما أنه لم تنطلق ولا من شيء أدلى فيه لا زهير الصديق ولا حسام حسام ولا بني عودة هذا تهويل بتهويل ركبوا ما إذا بدك تركيبة ما سمي بشهود الزور ليحاكموا أهل الضحية بدهم يحاكموا بعد وصلت الوقاحة فيهم ليحاكموا رفيق سعد الحريري وأشرف ريفي ووسام الحسن والله نحن ركبنا شهود الزور الحقيقة حبيبي تعال أقول لك إذا ما أقيمت المحكمة ولم الشاهد يقسم اليمين أمامه ما في شيء اسمه شهود الزور أنا اليوم بيجيني ناس أكيد بتركب تركيبات إما لمنفعة شخصية أو لمرض نفسي أو لوهم معين تعطيني إفادات بالتحقيق بس أنا بكب هذه الإفادات أنا بعتمد على الشيء اللي يطابق وقائع الأرض الحقيقة بدنا يعلمونا إذا بدك يعني علم جنائي جديد بالنسبة لألون ليربوا مسؤوليتهم فقط تم إغراقكم بمسألة الشهادات وبعض لا الشهود لا 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 يعني ما بتعتقد أنه في بعض الأشخاص تقصدوا أنه يبعثون إلى التحقيق ليشوفوا هذا التحقيق شو بيعرف شو حينسأل ولجنة التحقيق الدولية عملت واجباتها استمعتهم للأخير وساعدت شايفت أنه ولا مضمون الإفادات تبعتهم منا مطابقة للواقع تحط طيب. لحد اليوم في التباس هل في ملف اسمه ملف شهود لا أبداً, أو لا أبداً أبداً وسيحاكموا على هالتركيبة هاي تركيبة غير قانونية غير واقعية تصور القضاء السوري بيقول بدي حاكم سعيد ميرزا لأنه أهمل واجباته الوظيفية لشو حبيبي أنت يا قضاء سوري أنت لشو أنت تفتيش قضائي اللي تقول إذا سعيد ميرزا إذا أجاد بعمله ولا لا الحقيقة بأي صفة أول شيء بعدين في قرار من مجلس الأمن ممنوع سوريا تتدخل رقم 1636 ممنوع تتعاطى بالشأن اللبناني ممنوع تتعاطى بأي شيء له علاقة بلبنان نهائيا إذا كان في مثل السيادة اللبنانية كان في ضرب لقرار من مجلس الأمن وسيحاكمه وأنا وسام الحسن الله يرحمه رفعنا كتب وعرائد للمحكمة الدولية وبيجي نهار مبدئيا منشوف انه هاي التركيبة هاي حتى اللي عمله هو محاولة تهويل على المحكمة الدولية من خلال تهويل علينا نحن كضابطة عدلية مع المحكمة الدولية وسنلاحق مهما كلف الأمر ما رح ننسى شهدائنا ما رح ننسى كرامتنا ما رح ننسى الافتراء علينا حنلاحقها بس حضاريا حنلاحقها عبر المحاكم مش حنلاحقها بالاغتيال بالسأر والانتقام الحقيقة هل يترشح اللواء أشرف ريفي إلى الانتخابات النيابية المقبلة وهل في رئاسة جمهورية وانتخاب لرئيس جمهورية بعد 3-4 أشهر فاصل أخير مشاهدينا في هذه الحلقة ونطرح هذه الأسئلة على اللواء أشرف ريفي مباشرة على الهواء نتابع مشاهدينا هذا اللقاء مع اللواء ريفي حضرت اللواء مرشح حضرتك للانتخابات النيابية المقبلة أنا متطوع لخدمة أهلي وقضيتي دون أن يكون عندي غاية محددة أنه سواء ترشيح أو موقع وزاري أو أي شيء متطوع كمرشح؟ لا متطوع كخادم إجت ظروف مؤاتية للترشيح ممكنة إذا ما كان في ظروف مؤاتية للترشيح حكمه متعفف عن الترشيح شو يعني ظروف غير مؤاتية؟ افترضي انه ولا ظرف مش مؤاتية اعتبر الاعتبارات معينة عندي او بجو يعني السياسي يعني مثلا 5 مقاعد سنية في طرابلس غير كافية هذا تعتبره مثلا ظرف غير مؤاتي انا يعني منا غاية عندي الترشيح انا خدمت 40 سنة هيدي الزعامة كلها شو بتعمل فيها زعامة معلش خلينا نكون متواضعين الحقيقة ما يطلع البخار على راسه الانسان انا برأيي في محبة ناس الحمد لله انا بفخر فيه وبعتبرها نعمة كبيرة
بس آخر شيء مش عندي غاية أنه أنا مرشح بكل الأحوال. إذا لا ظرف مؤاتي ممكن يكون مرشح، الظرف مش مؤاتي ما بترشح. من كن حكين في هذه المسألة؟ بكير بعد الحقيقة بطلع. اليوم بلبنان تغييرات يوم بيوم. لا في على كل حال انتخابات نيابية، هذا سؤال كمان يطرح مفروض بالانتخابات السنة. ما صارت بوقت، ما حد عم جيب سيرتها بوقت الطبيعي، ما صارت بوقت الطبيعي، ما صارت بوقت اللي بيستحق تأجيل الأول. ما حدا بيعرف إذا في تأجيل ثاني أو تأجيل ثالث أو أي معطى معين. كخبير أمني، وحضرتك بتركز على هالنقطة. نعم. أنا خبير أمني. إيه صح. وكسياسي يعني يصبح محنكا يكاد، يعني كنت قبل بالوظيفة ما كنت أحكي سياسي، ما كانت الناس يمكن مكتشفتك، اليوم اكتشفت أنه لا سياسي بامتياز. احترم وظيفتي. طيب بوظيفتي بالمعطيين إذا فينا نقول بالقبعتين، هشرف ريفي بيشوف أنه في انتخابات رئاسة جمهورية أم لا؟ بيتمنى أشرف ريفي تحصل انتخابات رئيس الجمهورية بوقتها، بس من يضامن أنه بتصير بوقتها؟ شو بيصير؟ فراغ؟ برأيي ما في فراغ بالسلطات. تمديد؟ لا ما في فراغ بالمؤسسات، ما في فراغ. كيف يعني فراغ؟ يعني عم يستعمل فراغ كتهويل. اليوم صار إذا فراغ بدل... أوكي. اليوم بس ما تعبيه حسب الأصول، في مين يعبي الفراغ إلى أن يحصل توقيت آخر ويصير في انتخابات مع فخامة رئيس ميشيل سلمان. بتعرف في مرحلة معينة ما بين الرئيس أمين لحود صحيح والرئيس ميشيل سلمان في كان ست أشهر سبعة أشهر، سبعة أشهر في حكومة عبت هذا الفراغ الحقيقة. هذا أكيد هذا شواز، هذا مش قاعدة. يوم في حكومة مستقيلة هل فيها تاخد صلاحيات؟ شانك عم نترجى لحنا أصحاب الصلاحية الرئيسين، عم نترجيهم يقدموا للبنانيين حكومتهم من أديرة التحية مين ما كان فيها، ومنحاول نسعى انه يعني هالحكومه ندعمها مين ما كان يكون فيها. محمد لوند عم بيسالك، بالثمانينات قررت الحكومه اللبنانيه جمع السلاح من عامه الشعب واوكلت المهام للجيش اللبناني، حينها راينا سلاح يرمى بمستوعبات النفايات، الا يستحق الوضع الحالي في لبنان مثل هذا القرار جمع السلاح من كافه الاحزاب وحتى لو بالقوه، وان لم يتوفر القرار السياسي من الحكومه الا يحق للمجلس الاعلى للدفاع أو للقائد الأعلى للقوات المسلحة أن يقدم على اتخاذ هكذا قرار؟ في قول بديننا الحنيف بالدين الإسلامي بيقول إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. قد ما كان عندك دستور حكيم، إذا ما عندك سلطة، إذا الدولة ما عندها قرار ما بتعمل دولة الحقيقة. إذا الدولة بس يكون عندها قرار أنا برأيي فيها تعمل دولة أكيد، حتى لو الدول اللي بوشة مسلحة إخشي الدولة عندها المشروعية، عندها القانونية، عندها الدستورية، إذا عندها في رجال بتأخذ قرار فيها تعمل دولة. تايجر يا ريفي هيك اسمه على تويتر، ما بعرف الاسم المضبوط، ألا تعتقد بأن سيد حسن نصر الله كان على علم مسبق بتنفيذ عملية اغتيال الرئيس رفيق الحريري كون حزبه هو المتهم الرئيسي وهو الأمين العام لهذا الحزب؟ برأيي المحكمة انطلعت، وبرجع أقول للبنانيين هذا إنجاز تاريخي ضخم جدا، يسجل ل14 أذار، يسجل للشيخ سعد الحريري، يسجل لدولة الرئيس فؤاد السنورة، يسجل لوسام الحسن، لوسام عيد، وأنا إذا قال لي حصة فيها بكون ممنون الحقيقة. طيب أمال أس عم تسأل، هل عندك معلومات عن ملف طارق الربعة؟ الملف مرق علي أهله من فترة الحقيقة، للأمين الملف ما كان عنا، مشان هيك ماني مطلع على كل تفاصيله، بس بفترة معينة تحرك ملف ما يسمى للتشويش على المحكمة الدولية أنه ممكن إسرائيل تلعب بالداتا من خلال الموظفين بالداخل. أخشى كان في حدا من بيت الأزي كان ضحية هالنظرية هاي، سجن لفترة معينة ثم طرق. ما عندي فكرة تفصيلية عن ملف الرابعة، إنما عندي خشية يكون هو كمان ضحية هالتركيبة هاي. سانسول عم بيسألك كمان على تويتر، هل شو توقعاتك اتجاه الأزمة السورية ومستقبل حزب الله كقوة عسكرية بعد تغيير النظام السوري؟ حزب الله ارتكب الخطأ التاريخي، وبرجع بأكد بعثوا لي رسائل معينة انه ليش عم تحكيه هيك، انا عم حرر ضميري اقول نعم ارتكب الخطأ التاريخي. رسائل اليوم او قبل؟ لا قبل ارتكب الخطأ التاريخي. اليوم اكيد ما بدي شبه بين هتلر وبين حزب الله. هتلر وقت اللي ركب راسه نتيجة القوة العسكرية انه بده يطلع برات حدوده كان مقتله، حزب الله راح على مقتله، انا برأيي راح على انتحاره وطلع برات الحدود اللبنانية. لبنان هالقد قده نسبة لسوريا، نحن كشعب 4 مليون زلمة كلنا سوا، بسوريا في 23 مليون انسان، مساحاتها كثير كبيرة نسبة لمساحة لبنان. أنا برأيي ارتكب الخطأ التاريخي، وأنا أعني ما أقول
وراح على مقتل وراح على انتحار وحزب الله وقت الفايت على سوريا. حتى لو الأمور مثل ما رايحة باتجاه تسوية ما تدخل فيها إيران أو الطرف الراعي لحزب الله، وبالنهاية الكل يعني بيرجع بيقعد على الطاولة ويلتزم وعفى الله عما مضى، هيك بيصير. الكل بنعرف، معلش أنا حاطيك مثال، الكل بنعرف تماما أنه إيران كانت وحزب الله داعمة المعارضة البحرينية. اعتذر حزب الله من البحرين ولا لا؟ اعتذر من على التغطية، على التغطية لا يبقى على عربسات. نعم. معروف الاعتذار. نعم. يعني سببه اليوم علينا محت. اوكي، المعارضة البحرينية قدمت ورقة للتسوية مع النظام. صحيح. إذن كمان إيران دولة عندها مصالحها وتستخدم كل أوراقة لمصالحها الشخصية، وقد تستخدم حزب الله لمصالحها. عم بيسألوك عن انتشار أمني قام به حزب الله وبري، مثل ما حاطين بالخبر الرئيس بري، انتشار من الضاحية للروشة والشوف. عرضات صغيرة بسيطة برأيي. هاي لغة صارت قديمة، ما بقى تنفع مع الناس. الناس هالقد محتقنة، الناس هالقد مستنفرة، الناس هالقد موترة، برأيي هاللغة ما بقى تنفع مع العالم. وبتأمل يكون حزب الله استفادوا درس من 7 أيار، فقدوا محبة اللبنانيين كلهم سوا بعد 7 أيار، ولن يغفر لهم هالخطيئة الكبرى، هالجريمة الكبرى. نعم. جورج كفاية بيقول انه سأل النائب مخيبر عن مصير جوزيف صادر وحمل النائب مخيبر المسؤولية الى الاجهزة الامنية. صحيح. شو رأيك؟ صحيح. سألني العماد ميشيل عون باحدى مقابلاته الصحفية انه بس وقت اللي سألوه عن ميشيل عن جوزيف صادر قالوا سألوا اشرف ريفي. صحيح. انا رديت له يا جنرال، انت جنرال وانا جنرال، انت عسكري وانا امني، أنا بقول لك إذا فعلا أنت معني بجوزيف صادر اطلب محضر جلسة لجنة حقوق الإنسان اللي أنا كنت مشارك فيها يوم اللي استعرضنا موضوع جوزيف صادر مع موضوع شبلي العيسمي، وشو حكيت أنا وشو حكيت مرته لجوزيف صادر. برجع بوجه نداء لكل النواب اللبنانيين يطلبوا محضر هالجلسة إذا فعلا هن معني بمصير جوزيف صادر. اللي بيسمع مضمون المحضر والنقاشات اللي صارت بيعرف جوزيف صادر وين ولازم يطالب فيه. حضرتك حكيت يعني. نعم أنا حكيت ومرته حكيت كلام أكتر مني. أنا حكيت فيما خص الأخوة الجاسم الأربعة وشبلي العيسمي أكتر الحقيقة، وحكيت ما لدينا كان يومتك كقوة أمن داخلي عن جوزيف صادر. مضمون المحضر ولحديت هلا بكل أسف ما تطوع ولا نائب لا جنرال عون ولا حدا من كتلته ليقول يا أخي طيب إنه شو الحكى بهالجلسة هاي، كأنه على رؤوسه الطير صمت كامل. على كل حال لحد الآن عني عم نقال لعائلته أفضل ما تحكوا ما تطلعوا على الإعلام. لا أفضل يحكوا. لا 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 كرمال الحفاظ على حياته وحكمه. ده صاروا مفقود الزلمة، حاش نخاف بقى من مواجهة الحقيقة طالما نحن نقول أنه والله حفاظا عم نخضع أكتر وأكتر الحياة في محل معين. بس بعده لغز جوزيف صادر، بعده منه لغز. لا منه لغز، منه لغز حياة. برجع بقول أنا عم وجه كلام على الهوى مباشر لكل نواب الشعب اللبناني، اطلبوا هذا المحضر، انشروا لكل اللبنانيين لتعرفوا جوزيف صادر وين وكيف بيتخلص جوزيف صادر. حاش بقى نعمل مثل النعامة ونخبي راسنا بالرمل. أنا بوجه كلام مباشر للجنرال ميشيل عون، قلت لي يسألوني أنا عم أقول لك كيف الجواب عن جوزيف صادر. برجع بطلب منك كجنرال، كرئيس كتلة نيابية، كنائب مسيحي، جوزيف صادر أنت معني بمصيره، اطلب هالمحضر انشره للعموم لكل اللبنانيين تعرفوا جوزيف صادر وين، وبنحط النقطة على الحرف ساعتها. نعم. عم بيقول لك شريف حجازي طرابلس تريدك زعيما لها وليس وزيرا لها. أنا خادم. إنه مسألة الوزارة ممكن ما تكون شعبية. أنا قلت أنا مش مستوزر الحقيقة. أنا مش مستوزر وبرجع بقول أنا كزيت الأمر الحقيقة. أنا تطوعت لأنه أخدم شعبي بطرابلس، لأخدم أهلي بطرابلس، أنا ابن هالبيئة، كنت حدي بملماتي وأنا كنت حدا بكل ظروفها، وأنا إن شاء الله بدل حدا طالما ربي عطيني صحة وعافية وحياة. طيب سؤال كمان عم بيجيبوا لك المشاهدين يعني ملفات قديمة. ريمون جابور عم بيسألك، لطالما قضت قوى 8 أذار مضاجع لبنانيين بباخرة السلاح لطفل 2، ولطالما صوبت سهامة مستهدفة قوى الأمن. صحيح. الداخلي. صحيح. على أنها تمول مسلحين وتمدهم بالسلاح في عهده، في عهدك يعني. صحيح. الذي نكون له الكثير من الاحترام، فماذا لو نسأله عن هذه الادعاء؟ منيح منيح اللي سألوا. أول شيء بوجه له شكر جدي الحقيقة، لأنه فعلا في بروباغندا عم تحكي على هالموضوع هذا. بس بيكفي أقول للبنانيين هذا الملف عنوه مخابرات الجيش اللبناني وتحول على المحكمة العسكرية، يعني ملف الباخر لطفى الاثنين موجود بالمحكمة العسكرية. لما خاض على أن حزب الله أقوى منا بالمحكمة العسكرية والمخابرات منا، لحنا مش شعبة المعلومات الحقيقة. رجاءً
المحكمة العسكرية بتنشر محضر هل الموضوع هذا لكل اللبنانيين، لا تعرف تماما أنه قوى الأمن ما لها علاقة فيها، وهذا افتراء وافتراء وافتراء. مصباح خالد عم يسألك، هل أضحى وضع اتفاق الطائف من خلال ما يجري أشبه بوضع شخص ثري مريض سريريا يتنازع ورثته حول مسألة إعلان وفاته؟ عم بيسألك يعني باختصار بعد ما طبقنا فينا نقول بعد ما طبقنا اتفاق الطائف كاملا. اليوم الوثيقة التاريخية اللي طلعت من بكركي بتقول أنه يجب استكمال تطبيق اتفاق الطائف. اليوم بدنا نفتح الحقيقة مجال جديد لنغير دستورنا، برأيي هاي حتكون جدل كبير. فلان بده يغير هالنقطة وفلان بده يغير هالنقطة، حنفوت بمعمعة كبرى. خلينا نعمل تجربة، يعني نطبق اتفاق الطائف تطبيق كامل، ومنشوف بعدين الحقيقة بعد فترة معينة الأجيال الثانية بتشوف إذا بدها تغير ولا لا. هاني المحمود عم بيسألك، ألا تعتقد أن السلاح الموجود في طرابلس لا يخدم أي توجه سوى الفوضى؟ ألا يجب إزالته بأقصى سرعة؟ بعد طبيعي 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 جاوبت كمان على طبيعي هذه طبيعي. لحنا مع رهان على الدولة، وبرجع بأكد لحنا الأقانيم الثلاثة، نحن مع الاعتدال، ما بيبني البلد إلا الاعتدال، نحن مع التنوع ونفخر بالتنوع اللبناني، ثم نتكل أو نلجأ إلى الدولة والدولة فقط لغير. نحن مناصري الدولة بوش الدويلة، نعم، مش ميليشيا بوش ميليشيا أبدا نهائيا. عم بيسألوك كمان حضرة اللواء، كلمتك إلى الطرابلسيين إذا بتوجه لهم كلمة بآخر هذا اللقاء من القلب لأهل طرابلس، للي بحبوك يمكن ما بحبوك كمان ما بعرف، أكيد. شو بتقلن بعد هذه الأطلالة، وخاصة إذا في عندك يعني هيك رسالة جامعة؟ شفناك مثل ما حضرتك قلت عم بتضوي شجرة الميلاد، عم نشوف يعني موجود إلى جانب جميع الطرابلسيين بأعيادهم بأفراحهم بأطراحهم، شو بتقلن بآخر اللقاء؟ لا شك نحن عم نعيد طرابلس لأمجادها الطبيعية، عم نرجع نخلق الدينامية والحيوية بقلب طرابلس. طرابلس كل عمره مدينة علم، مدينة علماء، مدينة تسامح، مدينة تعايش. ظلمت وافتري علي طرابلس اللي قالوا عنا أنه والله هاي مدينة منعزلة ومنكفئة ولا تقبل الآخر. بالعكس، أخوان المسيحيين شركائنا في هذه البلد، ما حدا بيحمي الثاني، بالعكس نحن بنحمي بعض البعض كلنا سوا. نحن كل إنسان المواطنية بتحمينا فقط لا غير. نحن نعتز بهذا التنوع الموجود بطرابلس. بوجه انه رجاء العلويين الابرياء هالو اولادنا، نحن نقول حتى المرتكبين بالاعتداء على المدينه فلتقم الدوله بواجباتها بمحاكمتهم، ما بدنا نعمل سأر وانتقام. الابرياء اللي عم يصير في تعدي عليهم، انا برايي هال مظلومين، هال لا يجوز التعدي عليهم نهائيا. طرابلس كل عمره مدينه الموقف، كانت تناصر القضايا العالمية، كانت تناصر القضايا العربية، كانت تناصر القضايا اللبنانية. حاول السوري خلال 30 سنة انطلاقا من مجزرة باب التباني واعتقال رجالاته واغتيال رجالاته يطفي الروح فيها لإخضاعها، ما قدر. ساعة الأصيل ما في يخضع المدينة، لن يستطيع الوكيل، ما حتقدر دويلة حزب الله تخضع مدينة طرابلس. نحن كنا خط دفاع أساسي عن مشروع الدولة، وفاخر بهالشيء هذا، وسنبقى خط دفاع أساسي عن مشروع الدولي. بالمقابل هون خليني كمان مرق ولو فقرة معينة. اليوم أكيد ما تشهد الضاحية الجنوبية هذا إرهاب مدان، ما يشهد الشعب السوري من خلال حزب الله هذا إرهاب مدان. لا تبنى دولة من خلال إرهابين نهائيا. اليوم تبنى بالإيجابية مش بالسلبيات. آخر شيء قتل الأبرياء مدان دينيا، أي غلو بتفسير الدين، هذا خروج عن الدين، منه دين نهائيا. حتى الدين الإسلامي هو دين تسامح، هو دين عيش مشترك، هو دين محبة، دين سلام. حضرة اللواء كمان لجمهور الشهيد رفيق الحريري قبل يومين من ذكرى اغتياله التاسعة، شو بتقله؟ اليوم بكرة حيشوفوا يافطات وصور كبيرة للشهيد الكبير رفيق الحريري. اكتفينا عليه محكمة، نحن نشوف مع وسام عيد، قلنا نحن سميناها عيد العدالة انطلاقا من كلمة وسام عيد الله يرحمه. فعلا نحن في عيد العدالة. نحن برجع بقول نحن بدنا عدالة، ما بدنا سأر وانتقام. اللي راح بيغلو معين إلى السأر والانتقام، أنا برأيي مش موافقين على سلوكياته نهائيا. نحن مع العدالة، والعدالة عبر المؤسسات القضائية سواء كانت محلية أو دولية فقط لا غير. بقول لجمهور رفيق الحريري، اليوم لن يغتال رفيق الحريري كروح كفكر. وقت اللي اسقطوا
حكومة سعد الحريري برأيي كانت محاولة الاغتيال الثاني لرفيق الحريري. رفيق الحريري لا يقتل، لا يموت رفيق الحريري، بيموت جسدا بس ما بيموت قضية. نحن مؤتمنين عليه، نحن الشيخ سعد الحريري وبقين على هالقضية هاي. شكرا لك حضرة لواء. ما بعرف إذا بعد هيدي المقابلة أصبحت شخصية استفزازية أكثر بالنسبة للفريق الآخر، هذا أنا مبسوط بحال، أو شخصية أقرب بشك. يعني بعتقد كان سقفك وطريقة كلامك وحديتك يمكن بعدك أكثر من أنه قلك مع علي الوزير. يعني سامحك فيها. اليوم يبقى الإنسان كبيرا إلى أن يطلب شيئا لنفسه. أنا مش طالب شيء لنفسي، لا بدي وزارة ولا حتى يمكن بدي نيابة، مشان هيك خليني أكون حر احكي اللي بدي اياه، احكي ضميري. ما اضطر دور زوايا معينه كرمال منصب معين او كان شيء. هيك كنت بقوى الامن الداخلي، مشان هيك كنت استفزازي لالون. ما جددوني، انا الوحيد اللي ما جدد لالي، وانا مسامحهم بتشكرهم تماما. انا كان هالقد ضميري. انا قبل اسابيع من خروجي اجى حدا يساومني على ملف محمود الحايك، كنت هالقد صريح اخشي لا ابيع مصداقيتي كرمال المركز. هي أول مرة بتقولها؟ لا، يمكن لمحت علي مرة قبل هلأ الحياة، وهلأ لمحت ولمحت. جو يفوضوك على ملف نعم. محمود الحايك نعم. المتهم بمحاولة اغتيال النائب بطرس حرب. نعم، كان جوابي واضح. أنا لا أبيع قناعاتي ومصداقيتي، أنا إذا بتسلم لألي. بس عشو بيفوضوك لي؟ شو في بهذا؟ أنه بركي بيجددولي الحياة. قلت له حبيبي تعال أقلك، أنا بواحد أربعة مغادر وأنا مصر أني غادر بواحد أربعة. أنا يوم استدعيت مرته لميلاد كفوري، صحيح، قدمت لها درع قصد لقلون هذا هو أشرف لي، حبيت تعامل معه أنتو وياه بهالطريقة هاي، أهلا وسهلا فيكم. ما حبيت تعاملوا، أشرف لي أن يكون أنا بموقع، ما بدي منصب، قول قناعاتي وضميري ومارس قناعاتي وضميري، وأنا بفضل يكون هيك. شكرا لك حضرة اللواء على هذا اللقاء. شكرا مشاهدينا على المتابعة، كنا معكم مباشرة من مدينة طرابلس. بقلكم تصبحوا على ألف خير، ونشوفكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء.